خلينا بقى نبدا زي ما احنا متعودين مع حضراتكم وننوه عن الفقرات اللي بنبقى حريصين اكيد في 10 الصبح في الليالي احنا وفريق الاعداد يكون معانا فقرات مختلفه بس مهمه اكيد في نفس الوقت. النهارده هيكون معانا مهند شعبان وهنتكلم عن ابطالنا في الخماسي الحديث، هو احد ابطالنا في الخماسي الحديث وعامل شغل كويس جدا ومحترم في الفتره تحديدا اللي فاتت، هنتكلم في كل التفاصيل وكمان عن الرياضه في العموم. الفقره الثانيه هنتكلم عن استعداداتنا بقى، وده الملف المهم جدا واللي اعتقد كل المصريين عندهم امال كبيره جدا ان شاء الله لاولمبياد باريس، وهيكون معانا الاستاذه دعاء بدر مدير تحرير الاهرام ابتو عشان نتكلم في كل التفاصيل ونطمن حضراتكم ونطمن احنا شخصيا ان شاء الله الاتحادات المختلفه وابطالنا المختلفين في كل الرياضات ان شاء الله اللي هيشاركوا هيرجعوا لنا بنفس المقدار بتاع طوكيو ولا هيكون في ازدياد، لان احنا اعتقد لن نقبل بعدد يعني في الميداليات اقل من على الاقل يعني طوكيو ومشاركه المصريه اللي كانت برضو خلينا نقول مختلفة في أولمبياد طوكيو، لكن مفروض يكون أو تكون كل الاتحادات من بعد طوكيو استعدت بشكل مختلف. ده اللي احنا سمعناه لما كنا بنستضيف يعني رؤساء الاتحادات المختلفة، كنا بنتكلم معاهم هل احنا باريس متفائلين أكتر ولا لا. هم حسب كلامهم قالوا لنا احنا من بعد طوكيو بنشتغل على باريس، وكل المشاكل اللي كانت بتواجهنا في طوكيو مفروض إن شاء الله مش هتكون موجودة معانا في باريس، وبالتالي ده بيترجم أو احنا هنترجم الكلام ده إن هيكون في عدد أكبر من الميداليات اللي هتسعد او هيسعد بيها كل ان شاء الله الجماهير المصريه، اللي ما اعتقدش في دوله هتكون مشاركه عندها هذا الدعم وهذا الكم وهذا العدد من الناس اللي هتكون بتدعي وهتكون سعيده وهتكون بتشجع الابطال بتوعنا ان شاء الله في باريس. يعني اتمنى ان هم يشرفونا، وكل حاجه في الاول وفي الاخر يعني بتكون حسب سعيك وحسب انت استعداداتك ايه. احنا نتمنى يبذلوا افضل ما عندهم، نتمنى ما يكونش في بطل رايح عنده اي مشكله مع الاتحاد بتاعه، نتمنى ما يكونش في اي مشاكل حتى ولو مشاكل ماديه او غيره او تفاصيل صغيره، لان على البطل ده ان هو يبذل اقصى ما عنده، لكن لازم يكون برضو متوفر ليه افضل الامور خليني اقول كده الصغائر اللي هي في الاول وفي الاخر تساعده ان هو يحقق ان شاء الله المطلوب منه. فباذن الله كل التوفيق، هنتكلم في كل التفاصيل دي في الفقره الثانيه. اسمحوا لي بس ابدا عفوا قبل ما ابدا عايز اقول كلمتين كده وكلمتين، لان الواحد متابع الفتره اللي فاتت بعض الكلام وبعض اللي بيكتب وبعض اللي بيقال في المنابر الاعلاميه المختلفه، وهي نقطه سريعه كده يعني عايز اعدي عليها. احنا يمكن في الفتره تحديدا فتره التوقف، وهي طبعا يعني اللي الناس كلها او الجماهير كلها بتبقى منتظره فيها وبتتابع فيها تحديدا عمليه انتقال اللاعبين، وكل نادي اكيد بيكون هدفه ان هو يدعم صفوفه بالشكل الكامل وبالتنسيق طبعا مع الجهاز الفني الخاص بيه. فمن الطبيعي جدا لو انا هتكلم ان فتره الانتقالات دي بيكون كل ميركاتو فيها لازم تسمع عن تكهنات، تسمع عن بعض الرومرز او بعض اللي زي ما بيتقال الاشاعات، تسمع انتقالات بارقام معينه وغيره وغيره من كل نادي. انا مش بتكلم بس عن النادي الاهلي، لكن لو هتكلم عن النادي الاهلي تحديدا هو اكتر من اي نادي تاني لو تتفقوا معايا، وفي نفس الوقت الكلام بيطلع كتير مش بس من ولاد النادي، بتدي الناس كلها تتكلم حتى اللي ما بينتموش النادي الاهلي بيتكلموا تحديدا عن الصفقات الخاصه بالنادي الاهلي والميركاتو، وده ملوش تفسير بس على العموم ده بيحصل. الموسم اللي فات لو حضراتكم فاكرين ونرجع شوية في نفس التوقيت ده اتكلمنا أنا وكريم في نفس الموضوع، لكن خلينا نقول إحنا عندنا ثقة كاملة ولازم كلنا يبقى عندنا هذه الثقة في إدارة النادي والتنسيق الكامل اللي موجود بينه وبين الجهاز الفني والمدير الفني طبعا مارسيل كولر في كل ما يخص الفريق، سواء أنت بتتكلم يعني عن انتقالات أو رحيل بعض اللاعبين أو حتى خليني أقول إعارات أو غيره، يعني كل ما يختص بالفريق الأول بالنادي الأهلي. لو حضرتك تابعت من البداية هتلاقي كل الأمور ماشية بشكل إيجابي جدا حتى هذه اللحظة. يعني احتياجات الجهاز الفني خليني أقولها كده من عناصر جديدة بيتم تحديدها قبل نهاية الموسم طبعا، من كمان لو هنتكلم عن لجنة التعاقدات تحديدا هي ماشية حسب ما احنا متابعين بشكل مميز وحسب ما أنا بطمن حضراتكم برضو بشكل مميز جدا. عملية الصفقات بتتم وتعاقدنا مع أكثر كمان من صفقة مهمة جدا، ويعني أخذت اهتمام كمان إعلامي كبير جدا وجماهيري كبير جدا. يمكن لو هتكلم عن أبرزهم طبعا صفقة يعني إمام عاشور، صفقة كبيرة وهو واحد من
افضل لاعبي الوسط، او خليني اقول لاعبي الوسط المتميزين جدا في الكره المصريه، اعتقد محدش يختلف عن ده. عنده امكانيات رائعه جدا، عنده امكانيات تسميها فرديه كبيره جدا، لعب مباريات كتيره، عنده خبرات دوليه كمان، وبالرغم من سنه الصغير فدي نقطه تحسب ليه بشكل كبير طبعا. فكل دي امور مهمه للصفقه انت بتتكلم مهمه، اشتغل عليها النادي الاهلي في صمت وكافئ بيها الجماهير في النهايه. وكلنا تابعنا طبعا يعني الفتره دي كانت ما تحمله بقى من ايجابيات وسلبيات واراء مختلفه وتضارب في الاراء وغيره، بس في الاول وفي الاخر احنا قلنا صفقه حقيقي ممتازه والنادي الاهلي كان بيعمل عليها فعلا في صمت. كمان لو هروح للصفقه الاخرى طبعا المغربي رضا سليم، وتابعت انا شخصيا رضا سليم واتكلمت عن ده لما كنا بنعلن عن الصفقه في البدايه، وشفنا اكتر من فيديو كمان وعرضنا اكتر من فيديو لرضا سليم، غير طبعا ارقامه كمان في الموسم الاخير مع النادي اللي كان بينتمي ليه الجيش الملكي، ومساهمته في فوز الفريق كمان بالدوري المغربي على حساب الوداد كان فتره قويه جدا. يعني انت في النهايه عندك تارجت معين، وهو ان السكواد الحالي بتاعك يكون جاهز للتحديات اللي جايه، واللي قلنا عليها بالمناسبه هتكون صعبه جدا وفيها تحديات اقوى. يعني انت تاني لما بتخرج من موسم قوي التحديات والضغوطات بتكون اقوى بكتير من انت خارج من موسم يعني مش افضل شيء ليك. اتكلمنا كمان ان احنا خارجين مش بس من موسم استثنائي، انت خرجت يعني من بدل البطوله 4 و5 و6، فلا انت عندك تحدي كبير جدا. ونوعيه اللاعب كمان لو هتكلم هنا تحديدا اللي بينضم لفريق الاهلي لازم يكون قد التحدي ده اللي احنا بنتكلم عليه. شفنا كمان بشكل كبير جدا يعني في يناير صفقة مروان عطية ازاي قدر كمان يندمج بسرعة مع الفريق ويكون ليه دور مؤثر في الفوز بدوري طبعا ابطال افريقيا هذا التوقيت. وبرده مش عايز انسى نفس التوقيت اعتقد او نفس الامر كمان خالد عبد الفتاح، يعني كان في انتقالات يناير وادارة النادي ازاي برده انهت ضمه بشكل كان رائع جدا في او نهائي في الميركاتو الحالي. أنا عشان مش عايزة أطول خليني بس أقول لحضراتكم يعني حتى في عملية الإعارات وإعارات اللاعبين اللي احنا بنتكلم عنها أنا شايفة إن هي فكرة جيدة جدا إنك تخرج أو تودي أو تعمل إعارة لأكتر من لاعب عندك لأكتر من نادي في الدوري ياخد خبرات كتيرة جدا، وشفنا على فكرة يعني أمثلة من دي كتيرة، أو كمان يحصل على فرصة مشاركة بشكل أفضل ويرجع ليك بقى مرة تانية جاهز بشكل كبير إن هو يلعب أساسي كمان. يعني أنا الفكرة عجباني جدا كمان، وقرار من مستر مارسيل كولر لما اتكلم وضم تحديدا صلاح محسن كلنا وقتها او مش هنقول كلنا بنسبه كبيره كلنا قلنا ان ده يمكن يعني حركه كويسه جدا. ليه؟ صلاح محسن تختلف او تتفق بقى على السيستم بتاعه او على الروتين بتاعه او على اللايف ستايل بتاعه، لكن هو قيمه كبيره. وفكره كمان ان هو ينضم للفريق الاول في المعسكر وان شاء الله هيكون ده المعسكر القادم اعتقد برضو امر جيد، واحنا في حاجه لده. صلاح محسن لاعب تقيل جدا لو كمان تابعناه الموسم اللي فات، هو عمل موسم هايل، عمل موسم هايل جدا بصراحة الحق يقال مع سيراميكا كليوباترا، وكان من أبرز كمان وقتها نجوم الفريق، وكان ليه دور كمان كبير جدا في فوز الفريق ببطولة كاس الرابطة، وسجل في المباراة كمان النهائية أمام المصري. يعني كلنا مش هننسى طبعا، لأن الواحد بيتابع حتى لو عنده لاعب وبيروح إعارة احنا بنتابعه، احنا مش بننساه وخلاص، احنا بنتابع الأداء. وبصراحة ما فيش لاعب في الأهلي راح إعارة إلا لما رجع فعلا بمستوى أفضل بكتير، وحتى إن كان مش ملتزم من الناحية اللي هي اللايف ستايل بيرجع مختلف، لان هو بيبقى حاسس ان هو لازم يكون يعني متواكب مع السيستم في النادي الاهلي وان دي هتكون اخر فرصه ليه. فبصراحه يعني خليني اقول بصراحه صلاح محسن ينطبق عليه هذا او هذه المقوله بالتحديد. فاللي انا عايز اقوله ان فكره او مساله اعارات اللاعبين بيتم بشكل منظم بشكل مدروس جدا وفقا في الاول وفي الاخر ل يعني المعايير واحتياجات المدير الفني. فخلينا نسيب الحته دي شويه للمدير الفني ان هو يقوم بيها وما نتدخلش قوي. طبعا احنا كلنا بنبقى كل الجماهير بتبقى بتقعد تتكلم احنا عايزين صفقه كذا، عايزين مهاجم، عايزين حارس مرمى، عايزين مش عارف ايه، دي بتبقى وجهات نظر، بتبقى يعني اراء خارجه من خلفيه حب او غيره على الفريق، خوف على الفريق في الموسم الجديد. لكن القصه دي اعتقد بتبقى يعني المسؤول عنها في الاول وفي الاخر هو المدير الفني. ليه هو المسؤول عنها؟ لان في الاخر في الاول برضو
هو اللي هيحاسب عليها. فنتمنى الفترة اللي جاية نكون داعمين بشكل أكبر من كده، لأن تاني مكتسبات أو المكتسبات اللي حصلت الموسم الماضي عظيمة جدا جدا، ومن المؤكد إن شاء الله إن الحفاظ كمان عليها يعني أمر مش سهل، لكن هيكون وهيحقق على الأرض. ولو أنت بصيت كمان لكل أندية العالم، يعني ما فيش نادي عمل كل الميركاتو زي ما الجماهير بتاعته عايزة. فتاني الموضوع متروك للمدير الفني وليها حسابات، فياريت ننتظر وندعم الفريق وندعم مارسيل كولر في الفترة اللي جاية، هو ده اللي احنا اكيد بنتمناه. ده كان كلام بصراحة لازم اقوله كده دلوقتي، لكن هنرجع له مرة تانية، وانا متأكدة ان جماهير النادي الاهلي اللي بتسمعني كلهم يعني بيتفقوا الى حد كبير معايا، ان كلنا نتمنى الافضل من صفقات، لكن الامر في الاول وفي الاخر اكيد لي يعني مارسيل كولر، اللي هو بصراحة حتى هذه اللحظة خلينا برضو نتفق مش مؤثر ابدا، وبيثبت بشكل كبير مباراه عن مباراه ان هو من افضل يمكن يعني المديرين الفنيين اللي جم على النادي الاهلي. ناس كتيره جدا بتعمل مقارنه ما بينه وما بين مارسيل عفوا مانويل خوسيه، فخلينا نشوف، خلينا ندعم الفتره اللي جايه الفريق على قد ما نقدر، وان شاء الله يكون موسم كمان اقوى من الموسم اللي فات. من الاخبار برضو والتفاصيل اللي عايز اتكلم مع حضراتكم فيها تحديدا، بالامس كابتن خطيب تفقد عدد كبير جدا من المشروعات الانشائيه اللي كانت داخل فرع الاهلي بس بفرع الشيخ زايد، وكان في مقدمتها منطقه جلوس الاعضاء اللي بتتم افتتاحها مؤخرا، وده بعد الانتهاء طبعا من كامل الاعمال الخاصه بها. كمان تابع مراحل العمل في ملاعب كره القدم المغطاه اللي كانت بالنجيل الصناعي، ملاعب البادل اللي قلنا لحضراتكم عليها قبل كده وعرضنا تقرير، اماكن انتظار السيارات، بوابه النادي، كل التفاصيل وغيرها يعني من المشروعات المقرر ان شاء الله افتتاحها يعني هنقول تباعا خلال الفترة الجاية المقبلة، وكمان المدرجة طبعا ضمن الخطة الانشائية بالفرع. فأعمال انشائية بتتم خطوة بخطوة. الناس تيجي تقول لك مثلا هو كابتن خطيب بنفسه راح يتفقد منطقة الجلوس مش عارف ايه حصل، خلينا نتابع هذا التقرير عشان مزيد من التفاصيل. التسجيل النهارده انا يعني مميز شويه بالنسبه لي، لان ده كان في تسجيل قبليه لو رجعتوا له حوالي 3 أسابيع تقريبا، كان في زياره من الكابتن محمود الخطيب لف على كل المشاريع الجاري تنفيذها، سواء كان المنطقه اللي واقفين فيها او منطقه المسجد او البوابه واماكن انذار السيارات، ملاعب النجيله، كل الاماكن دي كابتن عدى عليها. واحنا سجلنا معاكم على فكره المره اللي فاتت وحددنا مواعيد هنفتح امتى وكل حاجه. انا حابب تقارنوا بين الاثنين هتلاقوا الموضوع مختلف تماما. المنطقه اللي احنا كنا موجودين فيها دي كان اسمها منطقه جلوس الاعضاء والشاشه، كنا محددين 10/8 اللي هو يوم الخميس، احنا فعلا مخلصين يوم الخميس. النهارده كابتن محمود والاداره التنفيذيه جم وراجعوا معانا كل التفاصيل، لفينا على كل الاماكن والمشاريع اللي شفناها الزياره السابقه، والكابتن لاحظ وتابع كل ما هو جديد فيها. النهارده المكان ده خلاص خلص في ميعاده الحمد لله. الميعاد اللي جاي او الافتتاح اللي جاي ان شاء الله البوابه واماكن انذار السيارات واثنين ملعب كره قدم نجيله صناعي، واول اشاره كمان في ملعب نجيله صناعي للاعضاء، في ملعب بادل هيكون مفتوح. ده كل دي التواريخ كانت محدده من الزياره اللي فاتت. كابتن جه تابع بنفسه طبعا طوال 3 أسابيع، كان في متابعه يوميه من الكابتن لسير العمل ماشي ازاي. الحمد لله طبعا لازم اوضح والحاجه المهمه جدا ان الاداره التنفيذيه واداره المشروعات في النادي واداره الصيانه والشركات المنفذه التزموا جدا بالمواعيد اللي كابتن عليها، كان في متابعه جيده مننا الحمد لله ان احنا نوصل للنتيجه دي النهارده. اضافه جديده، مكان جديد، كان مكان ده كان مجرد رمل، النهارده بقى فيه جلوس اعضاء وفي شاشه كبيره الاعضاء اضافه ليهم. كل حاجه بتتعمل في اهل الشيخ زايد هي اضافه لعضو والاهلي الشيخ زايد. احنا ماشيين بخطوات كويسه قوي، كان في لو تفتكر حمام السباحه الناحيه المقابله ديت للمكان ده خلاص، احنا الاسبوع الجاي ان شاء الله هنبدا نطرح اعمال الحمام. المشتري اتشال من مكانه، بصي كلها خطوات تنفيذيه متتابعه، كابتن محمود تابعنا فيها اول باول، اداره تنفيذيه معانا، لازم نشكر بصراحه بالتحديد الاداره التنفيذيه التاني، لان احنا من غيرهم احنا منظومه واحده كلنا، هي مش شخص واحد، مجموعه اشخاص من اول العامل لحد اخر حاجه فوق في مجلس اداره، ودي نتيجته النهارده احنا بنشوفها معاكم وانتم موجودين معانا. برضو جزء اداره الزراعه، اداره الزراعه لو رحتي من زياره السيارات
وصورت المره اللي فاتت هتلاقي المكان كان كله عباره عن تراب اسفلت، المكان كله اتشجر وبقى فيه سيستم ري ليه. لازم نشكر المهندس احمد عادل مدير اداره الزراعه، نشكر المهندس كريم مدير الصيانه والمشروعات، مجموعه متكامله بصراحه وصلتنا للنتيجه اللي احنا واقفين عليها ديت. اعضاء اهل الشيخ زايد ما كانش فيه غير شاشه واحده بس هي في النادي، اما يكون في ماتشات او يكون في اي ايفنتات او اي حاجه بيبقى الاعداد كبيره جدا، وهنا الاعضاء في تزايد مستمر، فكان لازم يبقى فيه منطقه جذب اخرى. عملنا منطقه جذب اخرى في الجزء الاعضاء مفروشه قدامكم زي ما انتم شايفين، الشاشه شغاله الحمد لله على اعلى مستوى. الشاشه دي نفس الشاشه اللي رجعت بتاع التجمع الخامس، دايما احنا بناخد اخر حاجه بنعملها واحدث حاجه بنعملها ونبدا نطبقها في الفروع. يعني ممكن المره الجايه في مكان تاني في منطقه اللي هي الربط بقى بين المرحله الاولى احنا فيها والمبنى الاجتماعي، في منطقه ربط فيها جلوس اعضاء، فيها منطقه العاب مائيه، فيها العاب اطفال، هيكون برده فيها شاشه هتبقى احدث من الشاشه اللي احنا موجودين فيها. دايما النادي الاهلي معودنا على كده، احنا نختار احسن حاجه في التوقيت ده هو اللي هنعمله، عشان كده الحاجه عندنا معانا بتقعد. يعني احنا عندنا ملاعب النجيله الصناعي اللي ركبت في مثلا في الشيخ زايد او في مدينه نصر او في الجزيره 10 15 سنه، لان احنا بنقي احسن حاجه بتتركب في ساعتها. يعني الملعب الكبير ال 11 ده كان ايام المهندس محمود طاهر، النهارده بنقي ملعبين تانيين، فاحنا بنغير بس بنكون منقيين احسن جوده في احسن حاجه تخص النادي الاهلي. طيب رائع جدا، واكيد زي ما حضراتكم عارفين احنا بنبقى حريصين ان احنا نطلعكم بصوره حيه كل ما بيكون في جديد في الانشاءات تحديدا طبعا في الافرع المختلفه للنادي الاهلي. نروح بقى للاخبار المميزه جدا والمبشره، خلينا نقول كمان احنا عند دلوقتي بنتكلم ان احنا عندنا 3 محكمات مصريات بيستعدوا للمشاركه في دور تصفيات الكره النسائيه لشمال افريقيا لدوري الابطال. خليني قبل ما اكمل الخبر ده، ناس تقول لك انا مع جدا هذه الخطوه، ناس تانية تقول لك انا ضد جدا هذه الخطوه، وايه اللي هيدخل العنصر النسائي في التحكيم، وهل العنصر الرجالي اصلا قايم بدوره علشان يخش العنصر النسائي. كلام زي ده خليني اقول اتقال بشكل كبير جدا، وتحديدا لما الخبر نزل على السوشيال ميديا بحب اتابع الاراء المختلفه. القصه كلها اللي انا نفسي نوصل لهذه المرحله في يوم من الايام ان احنا نبطل نحكم على الامور بفكره انت راجل ولا ست، انت رجل ولا امرأة، انت ولد ولا بنت. الكلام ده ضد اي يعني دستور في العالم، مفيش اي دستور في الدنيا في العالم اللي احنا عايشين فيه ده بيميز ما بين الرجل والمرأة فيما يختص بفكرة العمل، لان العمل ده مبني على الكفاءة، لازم يكون في عدالة والعدالة دي مبنية على الكفاءة. انت شخص قادر تقوم بدورك في العمل الفلاني فانت لك الحق ان انت يكون عندك هذه الفرصة. فهي قصة كده، مفيش حاجة اسمها العمل ده بس للرجال أو العمل ده بس للسيدات، لا خالص مفيش حاجة اسمها كده. فأتمنى في يوم من الأيام إن احنا نشيل هذا الفكر من يعني تفكيرنا تماما، لأنه فكر غير سليم. العبرة بالكفاءة، فهل تستطيع المرأة أن هي تعمل في هذا المجال مجال التحكيم وكمان تتألق؟ تستطيع، بدليل أن العالم كله دلوقتي عنده محكمات نساء وقايمين بدور رائع جدا ومن سنوات طويلة، مش حاجة جديدة. فمفيش حاجة اسمها كده، بالعكس. وإحنا في مصر بالمناسبة عندنا بقالنا كذا سنة برضو، ولكن الموضوع بيتطور وبيتحسن والفرصة بتكبر، وبنبقى سعداء جدا وبنشجع جدا حكماتنا اللي بيروحوا وبيشرفونا في أي كمان يعني بطولة سواء محلية أو إفريقية أو حتى عالمية. فأنا بتكلم هنا عن هذه البطولة اللي هتقام تحديدا بالإسكندرية، هتكون من يوم 22 ليوم 30 أغسطس. وهم مين؟ خلينا نتعرف عليهم. أولا عندك شهندة المغربي، هي هتكون حكم ساحة، ويارا عاطف هي حكم مساعدة، وجمالات شبل هي حكم أيضا مساعدة. ففي العموم خلينا نقول برضو يعني بالتوفيق طبعا ليهم، لكن القائمة في العموم بتضم 4 حكمات ساحة و8 حكمات مساعدات، جميعهن من القائمة الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن الموسم القروي الحالي 22-23. أنا بشوف أن ده من الأخبار الجيدة جدا جدا. وخلينا برضو استكمالا للأخبار الجيدة، وكويس كمان أن احنا بنتكلم أو بنتابع يعني لاعبينا بره مصر، وبنسعى كمان لضمهم لمنتخبات بلادهم، وده موضوع كان يعني أو ملف بقالنا فترة بنسمع عنه، لكن نجح مؤخرا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة هنا السلة تحديدا في إنهاء كافة وكل الإجراءات الخاصة باستخراج أوراق اللاعب المصري الأمريكي باتريك يوسف، عشان
يحق ليه بقى بشكل رسمي تمثيل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة. يعني ناس مش عارفة قصة باتريك. باتريك هيلعب في دوري الجامعات الأمريكي، وحصل على جواز السفر المصري مؤخرا الخاص به خلال الساعات، يعني أنا بتكلم القليلة الماضية، وتوجه بعد كده أمس للانضمام لمعسكر منتخب مصر في الإمارات عشان يستكمل الاستعدادات لكأس العالم مع المنتخب. من ضمن كمان المعلومات اللي خليني أقول لحضراتكم عن باتريك أو باتريك يوسف، هو عنده 24 سنة وشارك مع فريق ميامي هايت الأمريكي خلال الأيام اللي فاتت في الدوري الصيفي لكرة السلة الأمريكية، وهي المسابقة اللي نظمتها الرابطة الوطنية لكرة السلة، ويعني بتجتمع فيها فرق الدوري الأمريكي للمحترفين. يعني على كل حال بنقول له يعني زي ما اتقال كده ويلكم للمنتخب. باتريك خليني برضو انوه عشان الناس برضو مش عارفة اكتر عنه، باتريك مفروض والدته واخواته مصريين، لكن والده امريكي، وهو عشان لسه صغير شوية في السن ما خدش الجنسية المصرية، فطبعا كان لازم يحصل على الباسبور المصري قبل ما يلعب مع المنتخب بتاعنا، وقد كان يعني امبارح تحديدا. فبالتوفيق ان شاء الله، واكيد سعداء بانضمام كادر يعني بهذا الشكل برضو هيضيف كتير ان شاء الله لهذه الرياضة. طيب بالنسبة لبقى موضوع أيضا مهم، هو مؤتمر صحفي للإعلان عن المدرب الأجنبي لمنتخب مصر، هنا بنتكلم بس للساق الواحدة، وكمان إعلان مصر استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية المؤهلة لنهايات كأس العالم 2026. عشان نتابع مزيد من التفاصيل خلينا نروح للتقرير ده. ان شاء الله احنا جايبين المدرب، احنا اول مدرب اجنبي يجي لمنتخب مصر الساق الواحده، واحنا جايبين مدرب من تركيا وهيقعد معانا ان شاء الله، احنا متعاقدين معاه لبطوله افريقيا، وبطوله افريقيا هتتعمل في شهر 4/2024 هنا في مصر، ودي هتبقى اول بطوله تتعمل، بطوله افريقيا تتعمل في مصر الساق الواحده، وان شاء الله البطوله دي مؤهله لكاس العالم 2025، ان شاء الله نتاهل عن طريق البطوله دي باذن الله. النهارده يوم بالنسبه لنا فيري اكسايتنج جدا، لان حاجه جديده بتتعمل. الولاد لما لقينا ان هم عندهم طاقه ايجابيه رهيبه ان هم عايزين يثبتوا نفسهم باي طريقه، فاحنا حاولنا ان احنا نبتدي الموضوع فروم سكراتش وبطريقه صح وعلميه، وتبقى الموضوع ما فيهوش غلطه. فقررنا ان احنا نجيب مدرب من ذوي الاعاقه برضو ذو ساق واحده من تركيا يدربهم عشان منتخب مصر، عشان البطولات كلها اللي جايه هندخل فيها ان شاء الله. فهو بيبتدي معاهم فروم زيرو، وبصراحه عامل مجهود رهيب جدا، وان شاء الله اللي انا شايفاه ان احنا هنحقق حاجات كويسه جدا معاه. كواليس كتير واحداث كتير، بس اهمها ان احنا عندنا حدث كبير، ان يعتبر يعني احنا بنجيب مدرب اجنبي لمنتخب مصر كره القدم للساق الواحده، حدث كبير جدا، حدث هيدي ثقل كبير للعبه كره القدم للساق الواحده في مصر، لان تركيا هو المدرب تركي مستر ايفران اويانيك، تركيا ليها باع كبير جدا في رياضه كره القدم للساق الواحده في مصر ويمكن في العالم قصدي، وهم من الناس ابطال العالم في اللعبه، فكانت خطوه مميزه جدا. حابب اشكر فيها الاستاذ محمد عادل حسني والاستاذه ساره سمير رؤساء اللجنه لكره القدم للساق الواحده تحت مظله اللجنه البرلمانيه. حابب برضو اوجه شكر كبير للجنه البرلمانيه المصريه على دعمها ومساندتها للجنه كره القدم للساق الواحده في مصر. احداث كتير، وكمان مش بس احنا بنتكلم على ان احنا جبنا مدرب اجنبي، لا ده احنا كمان بنعلن ان احنا بنستضيف بطوله كاس الامم الافريقيه لكره القدم للساق الواحده في مصر كحدث رئيسي وحدث كبير جدا، وهتكون كمان مؤهله لنهايات كاس العالم 2026 ان شاء الله. خدنا قرار كويس ان احنا نجيب مدرب اجنبي، وبالمناسبه هو تركي. وليه تركي؟ لان تركيا هي اكبر بلد في العالم عندها دوري في اللعبه بتاعتنا كره القدم بالساق الواحده، عندهم دوري مكون من 4 اقسام.
حتى كمان الكابتن بتاع المنتخب عندنا هو اوريدي محترف في الدوري التركي من 4 أو 5 سنين. اخترنا مدرب على اعلى مستوى، راجل عنده سي في كويس، لان هو كمان كان مساعد مدرب منتخب تركيا اللي هو بطل العالم. ودي كانت حاجه خطوه كويسه جدا، يعني اتمنى انها تنجح ان شاء الله التجربه. يعني مصر ملي تاكما تشوك استيكلي، طبعا شايف ان منتخب مصر فريق عازم وفريق طموح يقدر يحقق كل اللي شايفه قدام، وعشان كده هو جاي بيشتغل مع منتخب مصر. اول حاجه بيحب يقول ان شاء الله في بطوله، يعني الفتره اللي جايه بطوله غانا تمام، دي هيروحها تمام، وهيبقى فيش كاختبار لينا، وهيعمل شويه في النواقص اللي ناقصانا عشان هتبقى تحضير للبطوله بتاعت افريقيا اللي جايه باذن الله اللي هتتعقد في مصر. وهو طبعا هدفه اللي يبقى ياخد البطوله، بس الهدف الاهم من البطوله اللي هو ياخد المركز الاول، ياخد يصعد من ضمن الاربع المراكز عشان يطلع يصعد كاس العالم. يعني بصراحه منتخب مصر الساقه الواحده، لو تسمحوا لي شويه اقف عندهم يعني دقيقه. أنا كنت من فترة تقريبا من سنة رحت وعملت تقرير واستضفتهم وسمعنا عن قصتهم وبدايتهم وحلمهم إيه في الفترة كمان اللي جاية، وكنا بنتكلم معهم عن أول دوري وبعد كده حلمهم يكون في منتخب. ولما جم حتى واستضفناهم أنا وكريم في 10 الصبح في الأهلي، وبجد عشان أدي لكل حد يعني برضو حقه، الإعداد عندنا والناس القائمين على البرنامج وأنا وكريم مهتمين جدا بملف أبطالنا البارالمبيين، ويعني أبطالنا من ذوي الهمم وغيره والساق الواحدة وكل يعني الفئات اللي هي يمكن لم تحظى بالرعاية أو بالاهتمام الإعلامي للدرجة اللي نقدر نقول حتى مقبولة. فكان لازم نسلط الضوء وكان لازم نهتم جدا بأبطالنا دول وهذا الملف، وكنا بنستضيفهم بنسمعهم هم نفسهم في ايه وايه المشاكل اللي عندهم، وبنقول لهم دايما الصوت بيكون واصل، وقد كان على فكرة الحمد لله لما بيكون هنا في اي إشادة او اي مطلب حتى لوزارة الشباب والرياضة او حد من المسؤولين والقائمين على ملف الرياضة المصرية الصوت بيوصل وبيبقى فيه تحرك على طول، ده حسب كلامهم هم. فالحمد لله رب العالمين ان احنا بنأدي فعلا الرسالة المطلوبة مننا. على الصعيد التاني يعني فعلا هم لما تيجي تتكلم معاهم وبداياتهم بقى خالص، فكرة ان انت بتبقى او بتبدأوا بتلاتة اربعة وبتبدأوا تدوروا على حد يجي يكمل معاكم الفريق، وبتبتدوا تعملوا يعني بروباجندا على السوشيال ميديا وتروحوا وتلموا بعض، وبعد كده لما تكونوا الفريق يبتدي الحلم عايز يبقى حقيقة وبتبتدي تقنعوا الناس. كل دي تحديات صعبة جدا، قصة ان انا اقنع الاخر بيا، قصة ان انا اثبت للاخر، ومش بس الاخر ده فرد او اتنين، ده مجتمع كامل، ان انا موجود وان انا اقدر، والتحدي اللي عندي ده صعبة بس انا اقدر ان انا اجتازه. فكل دي برضو رحلة وكواليس احنا ما بنعيشهاش، احنا بنشوف بس النتاج الاخير. فتحية كبيرة جدا فعلا، لان انا بحترم جدا اي شخص بيكافح وبيصر رغم كل يعني اللي هقول ايه الظروف الصعبة اللي بيمر بيها. فتحية كبيرة، وهنفضل ندعمكم وهنفضل فرحانين بيكم بتوفيق ان شاء الله، واكيد هيكون في تغطية للبطولة اللي حضراتكم تابعتوا تفاصيلها في التقرير اللي فات، واللي هي من 16 باذن الله هتكون ل 26 ابريل القادم باذن الله، نكون بنغطي هذه البطولة. يعني كل التوفيق ليهم. خلينا دلوقتي نتابع درجات الحر، درجات الحر ما هو حر فعلا، درجات الطقس والحرارة ونرجع نكمل.
طيب اخبار النادي الاهلي النهارده طبعا والفرق المختلفه هنروح نتابعها مع مريم سميح زميلتنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. مريم غنجور صباح الهنا عليكي، وبستمتع انا شخصيا دايما بقراءتك والاخبار اللي تكوني مجهزاها خاصه بالنادي الاهلي والفرق المختلفه. اتفضلي يا مريم. صباح عليك يا نهاوند، وصباح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، هيكون معنا فيها كل الأمور والمستجدات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم والفرق الرياضية الأخرى، وأيضا أنشطة اللجان وأنشطة مجلس إدارة النادي الأهلي. البداية طبعا مع الفريق الأول لكرة القدم، والحقيقة يعني أقل من 10 أيام بتفصلنا عن عودة الفريق مرة أخرى للتدريبات الجماعية. يمكن هيعودوا مرة أخرى للتدريبات تحديدا يوم 24 من شهر أغسطس الجاري، يمكن هيكون يوم الخميس المقبل، لا يعني اللي بعده على طول. الحقيقه يعني ده استعدادا للموسم الجديد، وبعدها بقى هيسافروا لمعسكر اعداد هيكون في النمسا، وهيبدا من يوم 28 وهينتهي يوم 6 من سبتمبر المقبل. بعد كده بقى هيعودوا مره اخرى استعدادا للمباريات اللي منتظراهم طبعا في الموسم الجديد. طبعا يعني يا نهاوند زي ما انت تابعتي الفتره اللي فاتت الاخبار، ويمكن احنا نوهنا كذا مره ان النادي الاهلي وتحديدا لاعبي النادي الاهلي بيسيطروا في هيمنه الحقيقه كامله يعني على استفتاء رابطه الانديه المحترفه. الحقيقه يعني ان يمكن منذ ساعات قليله تم الاعلان ايضا عن يعني لاعب من لاعبي الاهلي بينضم للقائمه الحقيقه حديثا، وهو طبعا علي معلول نجم النادي الاهلي كأفضل باك ليفت. ده طبعا بعد عدد كبير جدا من الاستفتاءات اللي تم إعدادها خلال الفترة الماضية على الصفحات المختلفة الخاصة بالسوشيال ميديا لرابطة الأندية المحترفة. والحقيقة أن علي معلول قدر أنه هو يتفوق على بقية اللاعبين من بقية الأندية ويحصل على أفضل باك ليفت طبعا يعني في النادي الأهلي وفي الاستفتاء بشكل عام. أيضا يعني زي ما احنا عارفين أن أيضا كان محمد هاني حصل على أفضل باك رايت، ومحمد عبد المنعم حصل على افضل قلب دفاع، وطبعا يعني حارسنا حارس مرمى النادي الاهلي محمد الشناوي حصل على افضل حارس مرمى في هذا الاستفتاء. طبعا بنبارك لهم كلهم، وده المعتاد على النادي الاهلي دايما لما بيدخل اي منافسه واي استفتاء بيكون ليه نصيب الاسد في هذه الاستفتاءات. خلينا بقى يعني ننتقل للالعاب الاخرى، ويمكن مؤخرا منذ ساعات قليله الحقيقه يعني في صفقه جديده للنادي الاهلي تحديدا في صفوف رجال سلة النادي الأهلي. أعلن كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التوقيع وانضمام مصطفى كيجو لمدة 4 سنوات مقبلة طبعا قادما من نادي الشمال القطري لمدة 4 سنوات. يمكن زي ما أنا قلت الحقيقة في صفقة انتقال حر، ويمكن يعني تم الانتهاء من كل الإجراءات الإدارية، ويعني يمكن كمان هينضم حديثا وتم الانتهاء من كل هذه الإجراءات علشان يقدر أنه هو يكون موجود في صفوف في الفريق في الاستعدادات للموسم الجديد. يمكن طبعا زي ما احنا عارفين المفاوضات بدأت مع مصطفى كيجو يمكن عقب عودته مباشرة في منتصف شهر يونيو الماضي من نادي شمال القطري، والحقيقة قدر النادي الأهلي ان هو يفوز بالتعاقد مع مصطفى كيجو. ويمكن يعني كيجو كان ليه بعض التصريحات الخاصة للموقع الرسمي للنادي الأهلي، الحقيقة قال ان مسؤولية كبيرة جدا على عاتقه يعني يمكن بعد الانضمام للنادي الأهلي، وتيشيرت النادي الأهلي اكيد مسؤولية كبيرة لأي لاعب، خاصة ان يعني صفوف فريق سلة الأهلي قدر ان هو يسيطر على كافة البطولات خلال ال3 مواسم الأخيرة. وهو كمان قال إن يمكن جاله عروض كتير جدا عقب عودته من نادي الشمال القطري، ولكن الحقيقة إن هو فضل إن هو يكون موجود ضمن صفوف النادي الأهلي، وده بالنسبة له يعني هو ده الاختيار الأمثل أو يعني ذا بيست. وكمان قال إنه أكيد هيسعى ويبذل يعني كل جهده خلال الفترة المقبلة علشان يحققوا المزيد والمزيد من البطولات. هو شايف إن الموسم الجديد هيبقى أصعب طبعا، لأن يمكن الوصول للقمة أكيد شيء يعني جماهير النادي الأهلي متعود عليه، ولكن الحفاظ على هذه القمة هو اللي صعب جدا. عشان كده كيجو شايف ان الايام اللي جاية او الموسم المقبل والجديد هيكون اصعب من المواسم يعني الماضية. خلينا بقى ننتقل كمان ولسه مستمرين مع اخبار فريق السله، ولكن يعني سله سيدات الاهلي. الحقيقه ان منتخب مصر 3 في 3 طبعا اختار ثلاثي النادي الاهلي ثريا محمد نادين السلعاوي رنيم الجداوي عشان يكونوا موجودين ضمن صفوف فريق المنتخب 3 في 3، ده طبعا علشان يشاركوا في بطوله وومن سيريس، ويمكن بطوله وومن سيريس انا هوند بتاهل او بتساعد على الانتقال لاولمبياد باريس 2024. الحقيقه ان المرحله
المرحله الاولى هتقام في بولندا، طبعا هتكون في الفتره من 14 ل 15 اغسطس الجاري، بعد كده المرحله الثانيه هتكون في اسبانيا هتقام في يعني الفتره من 18 وحتى 19 من شهر أغسطس الجاري. خلينا بقى نختم أخبارنا النهاردة، طبعا يعني عايزين ننوه على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يعني اللي حابين إن هم يلحقوا يشتركوا في عضوية النادي الأهلي بالتجمع الخامس أو الشيخ زايد، يمكن خلاص متبقي أيام قليلة جدا علشان بعد كده يعني هيتم رفع رسوم طبعا عضوية وقيمة عضوية الاشتراك في النادي الأهلي. فالحقيقة يعني يمكن خلاص احنا وصلنا لمنتصف الشهر، ويمكن بدءا من يوم 1 سبتمبر تحديدا يانا هواندا هتزيد قيمة العضوية، فعشان كده حابين ننوه على كل مشاهدي قناة الأهلي، يعني خلاص متبقي أقل من أسبوعين، فاللي حابب يلحق بقى أنه هو ينضم لطبعا عائلة النادي الأهلي في الأفرع المختلفة يدوب يعني يلحق قبل ما تزيد قيمة العضوية. طبعا دي كانت كل أخبارنا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، بشكرك جدا هواندا، الكلمة ليكي مرة أخرى. رائع جدا، وتغطية كالعادة رائعة منك ومفيدة جدا زميلتنا العزيزة الشاطرة مريم سميح، شكرا ليكي جدا على هذه التغطية. عايزة انتقل مع حضراتكم شوية لأوروبا، وخلال يمكن 48 ساعة شفنا ماتشات محترفين في أوروبا تحديدا ودورياتهم اللي بدأت، وشفنا تألق خليني أقول مثلا عن تريزيجيه مع فريقه ترابزون التركي، وامبارح كمان كان صلاح مع ليفربول والأحداث اللي حصلت طبعا أمام تشيلسي، ومصطفى محمد اللي سجل هدف مع النانت الفرنسي. طبعا يعني دي لسه الجولات خلينا نقول الأولى، ومستنيين طبعا تألق اللاعبين بتوعنا وإن هم كمان يحققوا أرقام فرديه وجماعيه باذن الله في الموسم الحالي. كمان لو رحنا لباريس، وده بقى الخبر او خبر الموسم يعني زي ما بيتقال، لان بقى لنا تقريبا اسبوعين او ثلاثه بنتكلم عن مصير ميبابي. باريس سان جيرمان امبارح قرر عوده ميبابي لمعسكر الفريق والانضمام للمباريات بعد استبعاده فتره كانت عقاب ليه، والاختلاف طبعا في وجهات النظر وغيره وغيره من الامور اللي كانت الصحافه بتكتب وبتنوه عنها في ماتشات مختلفه سواء محليا او طبعا اوروبيا. فملف ميبابي محتاج اكيد وقفه عنده، وطبعا برضو الانتقالات والكواليس بتاعتها. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل، معانا على التليفون الاستاذ احمد غنيمه الناقد الرياضي عشان نناقش معاه يعني كمان الماتشات في الجوله الاولى لمحترفينا. يا احمد بونجور، صباح الهنا عليك في البدايه. انا مش سامعه حاجه يا جماعه. أحمد لو سمعني صباح الهنا عليك. طب احنا مهم يكون معانا أحمد لأن في ملفات كتيرة حابين نتناقش فيها، وتحديدا ميبابي، لأن أنا شخصيا عايزة أعرف إيه سر عودة مرة تانية أو نجاح المفاوضات بين بي اس جي وميبابي، والفكرة إن الأيام القليلة اللي فاتت تحديدا كان في الويكند معظم الصحف كانت بتكتب الصيغة الآتية إن اقترب ميبابي من ريال مدريد، فإزاي انقلبت الحال أو انقلب الوضع بهذا الشكل، وناس كتيرة طلعت كمان في الإعلام مش هقول بس المحلي في الإعلام العالمي وتكلموا إن فعلا الصفقة ربما تتم مع ريال مدريد، والبعض تحدث إن هو ربما تتم أصلا مع الدوري السعودي. فقصة إن هو يستمر في بي اس جي كانت أكتر حاجة بعيدة، ولكن اللي حصل العكس، وفعلا استمر يعني مع بي اس جي. وحسب القانون الفرنسي برضو حسب ما انا تابعت ان مفروض القانون الفرنسي بيمنع يكون في بند فسخ التعاقد او فكره انهاء التعاقد يكون شفاهه فقط غير مكتوب في العقد. ففي حال رحيل يعني ميبابي عن بي اس جي في 2024 كما هو مفروض هيكون شفاهه مش هيكون مكتوب. احمد لو سمعني صباح الهنا عليك. صباح الخير عليك انا هوند على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. طيب انا برضو مش سامع اي حاجه في الاستوديو، انا مش عارفه انتوا لو سامعين جوه عندكم. يا احمد خلاص عليك انا هون. لا خلاص كده نحاول نرجع له مره ثانيه. على كل حال خلينا نروح للفيديو جراف الجاي، والفيديو جراف ده هنتكلم فيه عن 10 انتقالات للمدافعين اللي احنا بنتكلم عنهم في تاريخ بقى كرة القدم، أغلى 10 انتقالات. خلينا نتابع التقرير ده. We'll be right back.
طيب اتمنى تكونوا بس بتحاولوا ترجعوا الاستاذ احمد غنيم مره تانية طبعا علشان نحاول نتكلم معاه في الملفات اللي كنت بتكلم مع حضراتكم دلوقتي فيها. يا ريت يا جماعه نحاول نرجع احمد غنيم. طيب اتكلمنا انا وكريم قبل كده عن فكره تنظيم الوقت وفكره برضو احنا كثقافه عندنا ازاي بنقضي الاجازه، هل احنا بنقضيها بس في الفسح في السفر وغيره ولا بنستفيد، لان في شعوب مختلفه وشعوب اخرى وتحديدا لو هتكلم عن اوروبا بيبقى مهم جدا ان الاجازه تحديدا لصغار السن اللي هم لسه الطلبه وغيره ان هم ما تبقاش بتضيع على الفاضي، يعني بنستمتع او بيستمتعوا لكن لازم يكون في جزء مهم جدا سواء انت هتقضيه في العمل مثلا فترة الصيف أو الدراسة حاجة بتكون زيادة عن المنهج بتاعك أو فكرة إن هم كمان يقضوه في الرياضة. فثقافة طبعا مختلفة تماما عننا، إحنا عندنا شوية الموضوع ما بيبقاش بيه اهتمام بهذا الشكل. على كل حال خلينا نتابع التقرير ده نسمع من الناس نفسها كل واحد بيقضي أجازته إزاي ونرجع نكمل. بعد المدارس ممكن اروح اصيف واقعد يعني اقعد العب. في العادي في الاجازات ما بركزش على الرياضه قوي صراحه، بس بصيف ساعات بصيف مع اهلي طبعا وبحاول اخرج مع صحابي على قد كده، يعني بحاول اقضي وقت معاهم. لما بخلص البطوله وكده فباخد اجازه فبنزل مع اصحابي البسين وبلعب معاهم كوره وكده. انا بلعب رياضه وبلعب جمباز وساعات يعني كده بروح اشوف ولاد خالتي كده وبس كده، وبعمل في اجازه بقى واروح اتفسح كده بس. في الاجازه عامه ماما بتعمل لي جدول في اليوم، ساعه للتلفزيون وساعه للموبايل وساعه انا عندي هوايه بمارسها اسمها الرسم. بعد المدرسه دايما بحب ان اروح النادي واقعد العب، وبرده بحب ان ارجع البيت اخلص الهومورك وبعدين بقعد العب براحتي بقيه اليوم عشان اكون فاضيه بقيه اليوم براحتي. ساعات بخرج مع اصحابي وبرده بروح تماريني وبستمتع، وبرده لما اروح البيت بقعد العب وبسال مامتي لو عايزه اخرج مع اصحابي. بلعب فولي وساعات برده بلعب سباحه، بس انا شلت الجمباز وبلعب في النادي وبتفرج على تلفزيون وبلعب بس. بحب العب فولي مع صحباتي، وكمان بحب العب باسكت، وكمان بحب انزل البسين، بحب كمان العب برضو مع صحباتي واتفرج على التلفزيون في الاجازه. اجي العب مع صحابي في النادي، وكمان باجي وبحب احافظ على التمرين قوي، وبيبقى عندي كمان كرسي سماس بروح برضو، وبخرج مع اصحابي مع ماما ومع بابا برضو. بحب اسافر، بحب اسافر الساحل وبخرج مع اصحابي، بنروح المول مثلا وبنخرج مع بعض وبنخش السينما، وبرضه بحب اقرا كتب، في كتب برضه انجلش بحب اقراها، بحب انزل اعمل رياضه شويه في النادي، ولسه جايه برضه النهارده البوليو وكده عادي يعني. هتلاقي آراء مختلفة، تابعنا بعض الآراء اللي فيها فعلا يعني رغبة من بعض الناس شخصيا ان هم يطوروا من نفسهم، وفي اللي بيقضي الأجازة ينبسط وخلاص على أساس ان هو بيتعب طول السنة سواء في الشغل أو في الدراسة. بس نصيحة فعلا، يمكن أنا مش كبيرة في السن أو يعني في أول الثلاثينات، لكن برضو كل ما أنت بتكبر سنة صدقوني حتى بعد ما بتعدي تحديدا الثلاثين بتبتدي تحس بحاجة مهمة جدا، إن أي استثمار انت بتعمله في نفسك في السن الصغير، اي كورس بتاخده، اي لغه، اي حاجه بتتعلمها وانت في السن الصغير بتلاقي ثمارها لما بتكبر تحديدا من سن 25 او 30. فهي دي النقطه المهمه، لو انت عايز تقضي اجازتك وتنبسط وتعمل كل حاجه كل ده حقك، لكن حاول على قد ما تقدر. دي نصيحه للشباب اللي بيسمعني الصغير الاصغر مني، اي استثمار اي دراسه في نفسك صدقني هتبقى مفيده جدا. ممكن تيجي تقول هو الكورس ده هينفعني في ملوش علاقه دلوقتي، صدقني ممكن كمان كام سنه لما تشتغل هتلاقي ان الكورس ده فادك جدا مهما كان ايه هو. فاي حاجه تعليم بتفيدها في نفسك ده استثمار لقدام، خليكم حريصين جدا على النقطة دي. محدش عارف المستقبل هيحمل ايه، محدش عارف هيشتغل في انهي مجال، محدش عارف اللغة اللي هو خدها على سبيل حاجة هامشية كده ممكن يروح يشتغل بيها بعد كده تبقى دي مصدر رزقه الوحيد بالمناسبة. فصدقوني الاستثمار في النفس من اهم الامور اللي لازم نشتغل عليها من دلوقتي، حتى لو حد من الاهالي بيسمعني اعملوا كده في ولادكم في السن الصغير. على كل حال نتابع تمارين جديدة مع كابتن ندى مدحت مدربة جيم السيدات بالنادي الاهلي ونرجع نكمل.
اهلا بيكم جماهير واعضاء النادي الاهلي الكرام. النهارده هنتكلم عن تمرين البطن. تمام، هنبدا، يلا بينا. اول حاجه هنعملها نشوف اي حاجه عندنا في البيت، لو بنتمرن في البيت او في الجيم. رجلينا قدام، مشط رجلي تحت، ايديا جنبي، وهنام ورا، ايديا مفروده، وهقوم تاتش على ركبتي وارجع تاني. اب، اتنين، تلاته. اهم حاجه المس اول ركبتي، محدش يطلع كده. دقني على فوق. هشتغل التمرين ده 8 عدات، دي العده بتاعتنا. تكرار 3. هشتغل 8 في 3، ده لو بيجنر. لو ادفانس هنشتغل 15 تكرار في 5. تاني تمرين، رجلي على الكعب مقفوله، ايديا جنبي، هحط ايدي على ركبتي، هرجع على ورا، ومن هنا هشتغل سايد رايت ليفت كده، 1 رايت ليفت 2. لو ادفانسد هنام، هرفع رجلي، ايديا تحت جسمي، اب داون، برضو هشتغل نفس التكرار 15 3، او لو ادفانسد اكتر هنشتغل تكرار اكتر، يعني هشتغل مجاميع سي 5. تالت تمرين، كل ده احنا بنشتغل على الابس. رجلي مفرودة، هنام على ظهري، رجلي الاثنين اب، من هنا هطلع هلمس اقصى بوينت اقدر المسها، برضو دقني على فوق، كده برضو بنشتغل على عضلات البطن من فوق، اول عضلتين. رابع تمرين، هنام على ظهري، ايديا الاثنين تحت جسمي، هطلع ليج اب 1 2 رايت ليفت 1 تاني 1 2 3 4، وهكرر تمرين نفس التكرار 10 في 3. تالت تمرين، مشط رجلي قدام، ما يبقاش رجلي كده، وانا نايمه هشتغل 1، اطلع لفوق، برضو هكرر نفس التمرين 8 3 بجينر ادفانسد، بزود على قد ما اقدر. نعمل تمرين كمان، رجلي الاثنين على الارض، وانا هنا هرفع رجلي، هشتغل سايد سايد اب سايد سايد اب، نفس التمرين برضو بكرره 8 في 3، لو بجينر ادفانسد بزود العدد. هنام على ظهري، رجل واحده متنيه والتانيه اب، رجلي ما تلمش الارض، نفس التمرين الرجل التانيه، مشط رجلي على قدام، برضو نفس التكرار مجاميع وعدات. نعمل تمرين بلانك. تمرين البلانك فيه كذا نقطة، محدش يقفل رجليه كده، ومحدش يخلي رجليه كده، لا، رجلي في اتساع حوضي، محدش يعمل ايديه قدام كده، ومحدش يعمل كده، كوعي تحت كتفي، محدش يقفل ايديه كده، ايديا بتبقى كده ورقبتي فوق، محدش يرفع وسطه فوق ولا ينزل وسطه تحت، ظهري كله ستارت. اهم حاجه النفس، بشتغل التمرين ده 20 ثانيه في 3، ده لو بيجنر، واحده واحده بعلي التايم بتاعي، يعني ثاني ممكن اشتغل 20 ثانيه في 5 مجاميع، بعدها اشتغل 30 ثانيه في 5 مجاميع، وهكذا. ممكن نشتغل تمرين واحنا واقفين، رجلي الاثنين مفتوحين، وايدي هنا، هشتغل سايد
up down. تمام؟ كان معاكم كابتن ندى في تمارين البطن، اشوفكم في حلقه جديده. معانا في الفقره دي لاعب مميز جدا في الخماسي الحديث، اتكلمنا كتير على فكره عنه قبل كده وعن مشاركاته العالميه، وقلنا قد ايه كمان هو فخر حقيقي لمصر بشكل كبير، وان هو هيكون باذن الله صائد ميداليات في لعبه مهمه جدا. بنتكلم عن الخماسي الحديث، ولو اتكلمت عن الاتحاد الخماسي، هم كمان بيضعوا امال عليه كبيره جدا، وان شاء الله في اولمبياد باريس كمان يشرفنا بشكل كبير. عنده قدرات تؤهله كمان للتواجد على منصات التتويج بصفه مستمره. خلينا نرحب بضيف العزيز جدا مهند شعبان، بطل العالم في الخماسي الحديث، عفوا الخماسي الحديث، وكمان عايز اقول ان شاء الله هو يعني تاهل بشامبيونات باريس، ونتمنى ان هو يرجع لنا بميداليه، مش هنقبل باقل من كده. ها مهند، صباح الهنا عليك. صباح الخير. بص انا هبدا من ما انتهيت في كلامي في الانترو، لان احنا كمصريين وكجماهير بالملايين بيبقى دايما عندنا امال لكل بطل، وعندنا كده زي ما بيتقال خلاص احنا في دور معين لازم تروح تحققه لنا. فباذن الله انت تاهلت الحمد لله، لكن باذن الله هتروح وتحقق بقى ميداليه، ده اللي الجماهير المصريه نفسها ان هو يحصل. نسبه ده حدوثه قد ايه؟ وكمان لو هنتكلم عن يعني بطل العالم في الخماسي الحديث، قد ايه ممكن ان هو يكون بيواجه صعوبات قبل ما يروح باريس 2024؟ خلينا نتكلم في المشوار ده علشان نطمن كمان الناس اللي بتسمعنا. طبعا احنا الاولمبياد هي خلاص فاضل عليها تقريبا اقل من سنه لحد تنازلي ابتدى. بالظبط. احنا المفروض ان احنا لو وصلنا ان احنا في نفس فورمه السنه دي او نفس الاعداد اللي احنا عملناه السنه دي، ووصلنا اليوم الاولمبياد وما كانش في اي مشاكل او اي حاجه غريبه تحصل، احنا قادرين جدا ان احنا ممكن نجيب ميداليه اولمبيه جديده زي اللي حصل في طوكيو 2020. احنا بس مش محتاجين غير توفيق ربنا ودعم كده منكم تبقى الدنيا كويسه. طيب بص، التوفيق ان شاء الله يتم والدعم موجود، ده كل يعني خليني اقول كل مسابقه وكل موسم ليها، بس النقطه كلها ان انا قبل ما اروح اولمبياد لازم بكون عارف يعني انا ايه اللي ناقصني وايه اللي عندي والمستوى اللي انا واصل له والتجهيز بتاعي والجاهزيه وغيره. مهند تحديدا لو انا هتكلم عليك، انت دلوقتي بطل العالم في هذه الرياضه، الحمد لله اول مره بتتاهل لاولمبياد، امال المصريين كتيره جدا خليني اقول عليك وعلى اللعبه دي تحديدا. فاستعداداتك من اللحظه بتاعه يعني طوكيو لحد اللحظه بتاعه خلاص بدء باريس ايه هي؟ وفي نفس الوقت لو في اي مشكله يا ريت تقول لنا عليها من دلوقتي عشان يتم حلها ويتم العمل عليها، فادينا صوره كامله. هو طبعا هيبقى احسن حاجه ان احنا نعملها بدايه السنه الجايه، او خلاص احنا عندنا مثلا بطوله عالم كمان اسابيع او اسبوعين بالظبط، احنا سافرين يوم السبت ان شاء الله. مجرد ما هنرجع هنبتدي تاهيل الاولمبياد، اعتقد هنحتاج اكتر من معسكر خارج مصر طبعا بالفول تيم بتاعنا، فهو ده اكتر حاجه هنبقى محتاجينها ان احنا نعرف نوفر السفريات ديت، ادوات اللي هنلعب بيها البطوله والمعسكرات اللي هنقضي بيها السنه كلها، تقريبا هي دي الحاجه الوحيده اللي هنحتاجها يعني. بس طيب المعسكرات والادوات وغيره كبادجت ده الاتحاد هو اللي بيبقى مسؤول عنها، ولا انتوا كلاعيبه بشكل انديفيديوال فردي؟ لا هو طبعا الاتحاد هو اللي بيبقى مسؤول عليها، طبعا هو ممكن يقدم للوزاره، الوزاره توافق او ما توافقش، بس طبعا يعني برضو الاتحاد عندنا لحد ما يعني بيتوافق عليه حاجات كتير، بس السنه الجايه بقى محتاجين يعني نزق زقه كده لو نطلع كذا سفريه. ما هي دي بقى النقطه، يعني ايه الوزاره توافق او ما توافقش؟ يعني بص دلوقتي انتوا رياضه اوريدي بتحقق يعني ميداليات في الاولمبياد في السنوات والنسخ الماضيه، واوريدي في منها ابطال منك زيك مثلا متاهلين للباريس، فهو طبيعي يكون الوزاره عامله بادجت معينه ومخصصه بادجت معينه للمعسكرات اللي بعد كده انا محتاجها عشان في باريس ابقى ادائي يعني يليق ان انا اجيب ميداليه. فازاي بتقول يعني يا توفر يا ما توفرش؟ طب في حال هي ما وفرتش ايه اللي هيحصل؟ هو طبعا في حاله انها ما توفرش خلاص هنبتدي نعمل معسكرات داخليه هنا، زي ما احنا عملنا في اخر اسابيع عملنا معسكرات في اسكندريه، بس طبعا الكفاءه مختلفه. بالظبط، ان احنا للاسف يعني ما كنا نلعب مع يعني في العاب عندنا في الخماسي زي لعبه السلاح، بنحتاج ان احنا نلعب ناس ثانيه، بنطلع بره مصر نلعب ناس ثانيه خالص اجانب، هنا احنا خلاص هنلعب بعض، فما فيش يعني فرصه ان احنا نحتاج بحد بره مصر. طبعا هي الكفاءه بتقل، بس برضو هو احنا محتاجين معسكر حاجه مغلقه علينا، تركيز في التمرين بس. خارج مصر طبعا كده هيبقى افضل.
اوكي هو ده الطبيعي بالظبط. يعني احنا بنتكلم لو عايزين فعلا ميداليه اولمبيه محتاجين فعلا ان احنا نطلع بره مصر كذا. ده احنا استعدادات المنتخبات بتاعتنا والفرق بتوعنا وابطالنا المختلفين لازم يكون بشكل محترف بيتم بالزبط. فيعني لو انا عماله بلاعب نفسي في الداخل هروح للاولمبيات الاعب غيري ازاي؟ خصوصا انا بلاعب غيري في ليفل تاني خالص وبيستعدوا بشكل مختلف وامكانياتهم مختلفه. وبعدين ارجع اقول انا ليه ما حصدتش ميداليات بشكل كبير؟ ما كمان عندهم الموضوع اسهل ان هم مثلا بيبقوا في اوروبا فممكن يتجمعوا ممكن يسافروا بالعربيات. بالظبط. لكن احنا لازم طيران ونسافر لهم فاحنا الموضوع عندنا بيبقى اصعب شويه. طب مهند بالنسبه للسبونسرشيب يعني هل الرياضه دي لسه ما فيش وعي عندها؟ فيش فكره ان شركه تيجي او رجل اعمال او سيدات اعمال تيجي تتبنى بعض اللعيبه الابطال او الرياضه ككل او الاتحاد؟ لسه السبونسرشيب مش موجوده؟ مؤخرا بقى خلاص في كذا عندنا كذا سبونسر كاتحاد لكن كسبونسرشيب للعيب لوحده زي بره ما لسه برضو يعني احنا لسه الموضوع دوت ما تعمقناش فيه قوي. طبعا لو في حاجه جت دي هتساعد بقى كتير يعني ممكن مثلا لا قدر الله الاتحاد مثلا ما توافقش ان احنا نسافر مثلا بطوله بره مصر او الفول تيم مش عارف يسافر معايا. لو معايا سبونسر مثلا لا خلاص انا مش مهم انا هطلعه انا من فلوس السبونسر مش هتكون في ازمه يعني ساعتها. والله انا اتمنى الشركات الوطنيه تحديدا حتى لو هنقول قبل الاولمبياد بست شهور يبتدوا يدعموا بشكل كبير جدا ابطالنا اللي هيشاركوا خلاص بشكل رسمي في الاولمبياد القادمه علشان يبقى نوع من يعني المشاركه المجتمعيه والدعم المجتمعي للابطال بتوعنا. انا اتمنى ده يعني. هي برضو المفروض ما تبقاش قبلها بست شهور قوي لان احنا المفروض بقول لك خلاص احنا تقريبا العدد التنازلي ابتدى اقل من سنه ده ممكن يبقى رقم قليل. لو انت عايز ميداليه اولمبيه طبعا وده طبعا هيبقى اوحش حاجه يعني بس طبعا يعني ده هيبقى كويس برضه. بس يحصل يا مهند بالظبط ده هيبقى كويس برضه صح. مهند انت خلال السنه او نقول سنه ونص اللي فاتوا ست ميداليات تقريبا ذهبيه وبرونزيه وفضيه. خلينا نتكلم عن الرحله دي لان احنا كجماهير او كاعلام بنشوف النتائج بس في الاخر لكن القصه ما نعرفهاش فخلينا نسمع منك. بصي خليني احكي لك كده من اول طوكيو 2020 للاسف سنه 2020 حصل لي مشكله كده كبيره وقعت مع الحصان زي ما حضرتك عارف احنا بنلعب في روسيا وعملت عمليه في رجلي كبيره وكان مشكله كده قعدت 2020 و2021 اتاهل من العمليه دي بالظبط. بدانا 2022 وقلنا ان احنا خلاص هنبتدي بقى نركز ونعمل حاجه كويسه عشان لو عايزين فعلا نجيب ميداليه اولمبيه 2024. في اخر السنه 2022 فعلا جبنا اول ميداليه برونزيه في كاس العالم ده كانت اخر كاس عالم كمان نلعبه. بدانا بقى السنه دي قلنا خلاص المفروض ان احنا نحاول نبقى توب ان ذا رانك وان احنا نحاول نتاهل من قبلها بسنه. فعلا بدانا احنا عندنا اربع كاسات عالم ثم نهائي كاس عالم ثم بطوله العالم هو ده السنه بتاعتنا. بدانا اول كاس عالم في مصر وخدت المركز الرابع. ساعتها طبعا عرفنا ان في مشكله في لعبه معينه وبدانا ان احنا نطورها اللي هي اني فيهم كانت لعبه الرمايه. الرمايه احنا كنت ماشي اول طول البطوله ولعبه الرمايه اخرتني شويه بقيت رابع. فكان فاضل تقريبا شهر ونص على كاس عالم رقم 2. عالجنا المشكله ديت بسرعه فعلا رحنا بعديها بشهر ونص خدت ميداليه ذهب في تركيا. هايل. يليها باسبوعين عملنا معسكر طلعنا على المجر هناك برضو خدت المركز الثاني ميداليه الفضيه هناك. قلنا احنا خلاص احنا بقينا دلوقتي قريبين جدا احنا هنسكيب كاس عالم رقم 4 ونلعب نهائي كاس العالم. نهائي كاس العالم ده بقى بيبقى مختلف هو بياخد احسن 36 على الرانك من اول اربع كاسات عالم. الميداليه الذهبيه فيه بس هي اللي بتروح للاولمبياد. اوكي. فطبعا احنا قلنا احنا خلاص احنا خدنا ذهب وخدنا فضه فاحنا المكان ده مش بعيد علينا احنا ممكن هنركز له وان شاء الله ربنا يكرم لو ما حصلش حاجه جديده هنكسب باذن الله. وفعلا رحنا استعدنا له حوالي شهر ونص ورحنا البطوله وخدنا ذهب هناك وتاهلنا للاولمبياد 2024. وعندنا بقى بطوله عالم ان شاء الله كمان اسبوعين ربنا يكرم بقى فيها. مهند عندي سؤال ونفسي انتوا نفسكم يعني بطل رياضي هو اللي يجاوبني على النقطه دي مش حد من بره الموضوع او من الخارج. ايه سر ان ابطالنا المصريين في الرياضات المختلفه باقل الامكانيات كومبيرنج او مقارنه بالمنافسين ليهم في الدول الاوروبيه وغيره من العالم بيقدروا ان هم يبقوا بنفس المستوى او قريبين من المستوى بس بامكانيات قليله جدا مقارنه بيهم؟ يعني تخيل بقى لو انتوا خدتوا نفس الامكانيات والدعم طب ايه السر؟ بس يعني دي حاجه حلوه على فكره مش حاجه وحشه. انا اعتقد ان هي ممكن تبقى مثلا يعني عايزه تفسير ممكن اعتقد تبقى العزيمه ان احنا عايزين نعمل حاجه كويسه عايزين نظهر ان احنا برضو خلي بالك ميداليات الاولمبيه في مصر ما بتبقاش كتيره في الاولمبيات كله بيبقى عايز لسه يظهر فكله بيحاول يجيب اقصى حاجه عنده.
اعتقد احنا لو اتصرف علينا زي ما بره مصر بتصرف عليهم لا هيبقى في ميداليات كتير جدا باذن الله في الاولمبياد. ده فور شور مع الامكانيه مع البوتنشال اللي عندك في اللاعب بالزبط. المصري والاصرار وكل الكلام ده اللي كمان بينا نتنوع في كذا بطوله يعني لسه زياد السيسي واخد برونزيه في بطوله العالم في سلاح الصبر، عمر عصر دخل دور الثمانيه في البينج بونج، ففي حاجات مروان قماش تأهل في السباحه، ففي العاب كتير بقينا خلاص بنعرف نحط نفسنا فيها وبقينا ننتظر ان احنا نجيب فيها ميداليه، فاعتقد ده الوقت بقى بتاع الدعم خلاص. بالظبط انا اعتقد كده ابتدت الثقافه كمان تختلف شويه في الفترات الاخيره. طب لو هروح معاك تحديدا للالعاب الفرديه، انت بتشوف الطفره اللي حاصله او حتى لو انت شايف في طفره حصلت للالعاب الفرديه ولا لا، وفي نفس الوقت ايه اللي برضو الالعاب الفرديه بيحتاجها او هتحتاجها الفتره اللي جايه عشان يحصل تطوير؟ انا شايف ان احنا من بعد طوكيو 2020 او سنه الكورونا اللي هي وقفت احنا اكتر دوله تقريبا استفادت اللي هي تحصل اللي كنا احنا متاخرين عنه في الدول اللي بره، وده عكس العالم بالظبط. وانا مش فاهمه بجد في حاجات بتحصل العالم كله بيتضرر منها الحمد لله احنا نتلاقي العكس عندنا. يعني حتى وقت لما نظمنا بطوله العالم لليد يعني انت شفت البطوله كانت عامله زي دول كتيره جداً. رفضت وقتها وكانت قلقانه، انت عملتها على ارضك وعملتها بشكل محترف جدا وما كانش في اصابات ولا عدوى بالظبط. انا اعتقد هم اتضروا اكتر مننا و... صحيح. وخدوا الموضوع باكبر مننا احنا تقريبا مصريين عشان يعني كويسين ودمنا خفيف كده، فخدنا الموضوع بهزار وعدينا الموضوع اسرع منهم بكتير واستفدنا من الموضوع دوت، عشان كده لحقنا نحصلهم شويه في الالعاب الفرديه. احنا بس خلاص يعني تقريبا دلوقتي بقينا متساويين معاهم، ممكن يبقى هم سابقيننا بحاجه بسيطه بس بالعزيمه عندنا، وهو فاضل سنه يعني ممكن نحصلهم بسهوله يعني ان شاء الله. كويس جدا. طيب هسألك برضو بعض الأسئلة يعني اللي ممكن تكون مش محرجة لكن صعبة، لأن أنا عارفة كل واحد فينا لما بيتسأل يعني لازم يبقى بيجاوب بدبلوماسية. تمام. بس أنا مش عايزاك تجاوب تهاجم، بس أنا عايزاك تجاوبني بصراحة. كرياضي مصري لما أجي أتكلم عن الرياضي المصري وأسأله أنت شايف الرياضة في مصر حاليا وضعها إيه؟ وهل الاهتمام اللي انت مش بتكلم دلوقتي عن الناحيه الماديه، خلاص احنا اتكلمنا عن الناحيه الماديه، الاهتمام والدعم اللي انت بتحتاجه فعلا موجود سواء من الاتحاد القائمين على الرياضات المختلفه، وزاره الشباب والرياضه، الاعلام، الجماهير، انا بتكلم في العموم، خليني اعرف منك. بصي حته الجمهور والسوشيال ميديا دي بدات تزيد شويه. كويس. يعني هي زمان تقريبا ما كانتش موجوده، لا هي دلوقتي بقت خلاص موجوده وفي ناس بقت متابعه كتير وعارفين كمان اسامي وبيتابعوا البطوله. ده في حته السوشيال ميديا او الجمهور. حته الوزاره والاتحادات هم بيحاولوا يعملوا اقصى حاجه عندهم، بس تقريبا المشكله عندنا في الاقتصاد شويه، مش عايز اخش بقى في حته سياسيه بس هو البلد كلها دلوقتي حالتها مش الطف حاجه. بس هو مش دلوقتي، احنا بنتكلم في سنوات كتيره البادجت بتاعه كل اتحاد ما هياش الافضل. هو انا من رايي المفروض ان احنا نتابع بالذات الاتحادات اللي هي ناجحه بالظبط، ونحاول على قد ما نقدر دول ممكن يجيبوا ميداليه اولمبيه، خلاص انا هدعمهم بشكل اكبر عشان دول هيساعدوني في الاولمبياد. صح. انا شايف لا ان الدعم لسه بصراحه محتاج يزيد من كل الاتجاهات، حتى لو جمهور او السوشيال ميديا او الاتحادات او الوزاره، لا كل ده محتاج يزيد، وبرده من الناحيه الماديه برده طبعا الحاجات دي كلها محتاجه تزيد. طيب من ناحيه الدعم الاسري، انت مين في العيله عندك داعم كبير ليك؟ لان انا مؤمنه جدا ان اي شخص ناجح لازم يكون خارج من بيت داعم وبيت ناجح برضه، فمين في عيلتك اصلا رياضي ولا مفيش؟ مين اكتر حد كان بيدعمك يعني؟ لا انا في اخويا الصغير برضه رياضي بيلعب خماسي حديث. طبعا بقى الدعم الاكبر هي مامتي، هي اللي واقفه معايا بقى من وانا صغير. طبعا انت عارفه السن الصغير دايما هو الولي امر تقريبا، هو اللي بيتعب اكتر من اللعيب. صح. لان هو اللي بيفضل يوديه ويجيبه وياكله وكل دوت طبعا، فهي اللي بتشيل المسؤوليه خالص. وهو طبعا كان حلمها من زمان يعني ان احنا نوصل الاولمبياد، فحققنا لها الامنيه دلوقتي هو هنروح الاولمبياد ان شاء الله. كويس جدا. طيب برضو كل رياضي بيبقى ليه تطلع ناحيه الاحتراف او غيره، هل يا مهند انت في يوم من الايام ممكن برضو تفكر في حاجه زي كده؟ يعني سؤال هرد عليه بدبلوماسيه شويه، بس لا يعني هو طبعا لو لقينا الدعم وان خلاص النيه بقت كويسه لا يبقى ده ساعتها التفكير ده هيروح بصراحه.
طب رأيك إيه في بعض الرياضيين اللي يعني بيحسوا إن هم مش عندهم الدعم الكافي بعض الأحداث اللي حصلت يعني بغدودة وغيره؟ هل أنت مع، هل أنت متفاهم وضعه، هل أنت شايف إن لا كان المفروض يصبر؟ من وجهة نظرك برضو كرياضي لأنها أكيد تختلف. أنا عشان رياضي فأنا متقبل اللي هم عملوه بصراحة. يعني هو أنا لو مثلا بتكلم في حالتهم هم الشخصية لو عايزين يجيبوا ميدالية ممكن يبقى اتحادهم مثلا مش مساعد زينا مثلا، هو محتاج يجيب ميداليه، وعشان يجيب الميداليه دي محتاج فلوس اكتر مننا. هو الاتحاد ما فروش خلاص، انا عايز اجيب الميداليه، فانا هشوف حد تاني هو اللي يصرف عليا في الحته دي، فطبعا انا اعذرهم يعني. بس طب لما بتبتدي تتابع العالم في رياضة الخماسي الحديث والدول اللي هي متقدمة، أولا إيه هي الدول المتقدمة في الرياضة دي تحديدا، وفي نفس الوقت لو بتتابع استعداداتهم لأولمبياد باريس بتشوف إيه اللي إحنا ناقصنا، أو إحنا هلا نفس الاستعداد ولا لأ غير المعسكرات يعني؟ تمام، هي طبعا الدول المتقدمة دلوقتي أحب أقول لك رقم واحد ممكن تبقى مصر فعلا. اللي إحنا خلاص يعني أنا دلوقتي الحمد لله إن أنا أول رانك على العالم، فان احنا نتصدر الرانك ده خلاص احنا يعتبر بقينا اول تطوير رائع. بالظبط، احسن بلد. معانا طبعا انجلترا، كوريا، المجر، دول المربع دول كده هم اللي ماسكين الخماسي دلوقتي. معانا من انجلترا طبعا جوزيف شونج اللي كسب الاولمبياد طوكيو، معانا واحد من كوريا اللي خد البرونزيه ده اللي انت قطعت بيه اساسا، ده اللي وقع في نهايه كاس العالم. بالظبط، مستحلف لي البطوله الجايه يعني اكيد. ومعانا اللي خد البرونز في طوكيو. طبعا دول لسه لحد دلوقتي بيلعبوا، وهم دول اتأهلوا خلاص وعليهم امل كبير ان هم يجيبوا بلدهم برضو في باريس 24. دول يعني احنا الثلاثه كده السنه دي طبعا، ومعانا احمد الجندي من مصر. احنا كده بقينا اربعه تقريبا يعني اللي بنتنافس بشده الفتره دي. طيب يعني ده خبر يسعدني جدا، وانت الاستعدادات بتاعتك يعني انت طبعا على المستوى الشخصي، سيبك من الاتحاد دلوقتي، على المستوى الشخصي انت بتستعد بشكل كامل؟ يعني خلينا برضو نعرف استعداداتك انت كاندفيدوال رياضي. احنا المفروض خلاص احنا داخلين على البطوله، مسافرين يوم السبت الجاي. الاعداد اللي فات هو زي الاعدادات اللي قبل كاس العالم، فاحنا الحمد لله جبنا ميداليات في كاس العالم، فان شاء الله برضو نجيب ميداليه في البطوله الجايه. احنا الاعداد كويس، ماشيين بشكل كويس قوي، ما ناقصناش حاجه غير توفيق ربنا بقى في البطوله ودعواتكم. اعداد المنتخب بيبقى حاجه، او الاتحاد، والاعداد النفسي والذاتي بيبقى مختلف تماما. هل اصلا انت بتشوف ان يعني مثلا فكره الاعداد الفني تمام، لان ده ملف اتكلمنا فيه برضو امبارح، الاعداد النفسي هل انت جاهزيتك فيه بشكل كبير؟ هل في اصلا حد من الاتحاد موجود، اتحاد موفره علشان الشق ده الاساسي اللي هو التاهيل النفسي وغيره؟ لان لا يمكن نكون رايحين يعني بطوله كبيره زي كده وما عندناش استعداد مع الفني وغيره النفسي يعني. صح، احنا عندنا الاتحاد موفر لنا لكل لعيب لايف كوتش، لكل لعيب. بالظبط. طب هايل، ده المفروض اللي هو بيسافر معانا السفريات بيبقى زي ما تقولي ملازمنا. بالظبط. انا بقى بالنسبه لي قصتي مختلفه شويه، لان انا اللايف كوتش بتاعي هو هيبقى المدير الفني بتاعي. دي صدفه يعني ولا انت اخترت كده؟ صدفه. هو المفروض اللايف كوتش بتاعك ان هو حد انت تكوني حباه، حب يكوني مرتاحه له وتثقي فيه، ده اهم حاجه، وان هو يكون برده معاكي في اللعبه، فاهم في اللعبه كويس قوي. فاحنا مع بعض من زمان ففاهمين بعض كويس قوي، فاحنا المفروض ان احنا يعني ماشيين كويس وواصلين لنفسيا ان احنا جاهزين ان احنا نكسب البطوله. هي دي النقطه اللي بسال فيها. كويس، المفروض انت تبقي جاهزه نفسيا قبل البدنيا قبل كل حاجه، فاحنا يعني واصلين لحته كويسه. لان ممكن الاتحاد يبقى شايف الشغل بتاعه بشكل كبير، عامل المعسكرات، مجهز اللعيبه فنيا، لكن اللاعب غير مجهز، مش جاهز نفسيا، فدي بتبقى مشكله كبيره جدا. وشفناها على فكره، مش بتكلم على لعيبه مصريه، شفناها كتير، بيبقى اللاعب مهزوز في البطوله لان هو نفسيا مش جاهز. دي بتحصل مع ناس كتير، حصلت اوريدي. ممكن انزل البطوله جاهز جدا كتمرين، ممكن بس مجرد ما اخش البطوله الاجواء والحاجات دي تاخدني، والضغط اللي عليك حتى اتوه. بالظبط، اللي هو انا موجود بس مش موجود، مش فاهم ايه اللي بيحصل. فهو ده دور اللايف كوتش طبعا، او دور بقى اللي بيكون مع اللعيب، هو اللي بيجهز الحاجات ديت قبل ما نروح. يعني احنا من دلوقتي بدينا نتكلم، انا ما رحتش الاولمبياد قبل كده، فطبعا كله بيتكلم انها بتبقى رهبه وحاجات كتير وسوشيال ميديا. هو بدانا من دلوقتي بيتكلم معايا اللي هو لا انت خلي بالك، احنا قبليها هنقفل الموبايل، قبليها مش هنبص على ايه، الموضوع هيبقى عادي، ما تركز. هو ده اللي انت لازم تجهز قبل ما تروح البطوله. صح. انتوا هتسافروا ان شاء الله قبلها بقد ايه تقريبا؟
ولا لسه ما تحددش تفاصيل الاولمبياد بالظبط؟ لسه للاسف ما اعرفهاش. محتاجين طبعا هنتابع مع كل الاشخاص المعنيه والمسؤولين اكيد قبل اولمبياد باريس عشان نطلع حضراتكم على كل التفاصيل. المهم جدا ان انتوا تكونوا هناك كمان قبلها بفتره شويه علشان تاخدوا على الاجواء بالظبط. كل التوفيق يا مهند، بجد بطل مصري نفتخر بيه، يا رب مزيد من الابطال المصريين اللي بيرفعوا اسم مصر في محافل دوليه مختلفه. بالتوفيق ان شاء الله، ونفسي تكون معانا بعد ما تفوز بميداليه باذن الله في باريس 2024 لو انت بقى هتفتكرنا يعني. لا طبعا طبعا. اشكرك يا مهند جدا. شكرا. بشكر حضراتكم على الفقره دي. هنروح بقى للفقره الثانيه، خليكم معانا بحضراتكم في الفقره الاخيره. وخليني اتكلم عن شويه تاريخ يعني مصر في فكره هنا حصد ومشاركه كمان او المشاركه في الاولمبيات ودوره الالعاب الاولمبيه المختلفه. ويمكن عندنا رصيد مش بطال من المشاركات، لكن اكيد كجماهير مصريه بالملايين بنامل ان يكون في مشاركه افضل. 38 ميداليه مش الافضل، او خلينا نقول مش افضل شيء حتى هذه اللحظه. عايزين نحقق مزيد من الانجازات في اولمبياد تحديدا باريس 2024. فهنتكلم في كل ده والاستعدادات المختلفه والمشاركات كمان الدوليه لمنتخبات مصر في البطولات القاريه والعالميه. خليني ارحب بضيفتي العزيزه جدا الاستاذه دعاء بدر، مدير تحرير الاهرام ابدو. بونجور. بونجور. صباح الهنا. صباح الفل عليكم. بصي بقى استاذه دعاء، هنتكلم يعني بصراحه شديده في الفقره دي، لان الموضوع فاضل له شهور قليله، يعني يمكن شهر 7 اللي جاي تحديدا هتبدا اولمبياد باريس، والعالم كله بيستعد للاولمبياد القادمه بعد انتهاء الاولمبياد بتكون الحاليه النسخه منها. صحيح. زي ما كنا بنتكلم عن طوكيو. فعشان اقدر احدد مصير او عدد الميداليات في باريس لازم اكون صريحه مع نفسي، استعداداتي كانت قد ايه؟ مشاكلي اللي كانت واجهتني في الاولمبياد اللي فاتت اتحلت ولا لا؟ المشاكل الماديه والازمات والدعم المادي تحديدا من قبل الوزاره والاتحادات المختلفه وصل لفين؟ المشاكل الصغيره والاداريه والفنيه اللي بيعاني منها الابطال بتوعنا اتحلت ولا لا؟ وغيره وغيره من الملفات المهمه جدا عشان انا كجماهير اطمن على باريس واقول ان هي هتبقى نسخه فعلا مختلفه، لان هي مش بالدعاوي بس او بالامال بس واقول ان شاء الله تيجي ولا ما تجيش بقى حسب ما هيحصل اللي يحصل يحصل. الكلام ده ما ينفعش مع دوله كبيره وفيها مفروض سيستم مختلف زي مصر وفيها جماهير بالملايين. فهنبدا من النقطه دي، وهنبدا من قصه انا دلوقتي كمصر استعداداتي لباريس، هل هي كافيه؟ هل هي بتتم بشكل سليم؟ ولا انا عندي مشاكل للاسف الشديد مكرره مع النسخة الحالية؟ للأسف شديد طبعا، احنا يعني نفس الكلام اللي بنقوله قبل كل أولمبياد هو اللي بنقوله وبنعيده وبنكرره دايما. الوضع المرة دي كمان فيه صعوبة أكتر الحقيقة، رغم ان احنا عندنا فرص كبيرة. احنا يعني لما نيجي نتكلم على الفرص، احنا عندنا فرص كبيرة، دي الحمد لله دي الحاجة المطمئنة غير قبل كده. لكن احنا المشكلة الحقيقة طبعا في الإعداد، ان احنا طبعا الأزمة الاقتصادية اللي حاصلة في العالم كله وارتفاع شديد في الدولار ده عامل أزمة لكل الاتحادات. أي اتحاد عشان خاطر يعرف يصفر لعيبته ويلعبوا بطولات دولية ويدخلوا معسكرات دولية أي حاجة زي كده، محتاج دولارات، محتاج عملة صعبة، محتاج فلوس كتير. دعم الدولة طبعا موجود، لكن هو دعم الدولة ما زادش لما الدولار ارتفع. دعم الدولة بالجنيه المصري مش بالدولار. صحيح. فانت في الاخر الاتحاد مزنوق ان هو مضطر يحاول يجيب، طبعا الاتحادات بتحاول تجيب سبونسر، مش كل الاتحادات قادرة تعمل ده. وحتى الاتحادات اللي قادرة تعمل ده فبرضه السبونسر مش مكفيهم، يعني خصوصا الاتحادات الكبيرة. يعني احنا بنتكلم لو اتكلمنا على الاتحادات اللي عندها قدرة على المنافسة، الاتحادات الكبيرة، اتحادات السلاح، الاتحادات الخماسي، التايكوندو، الاتحادات اللي عندها لعيبة قادرين ينافسوا بالظبط، اللي فيها لعيبة اوريدي محققين ميداليات اولمبية وعندهم فرص كبيرة يحققوا ميداليات اولمبية في الدورة اللي جاية. فالاتحادات دي يعني عشان خاطر يفضلوا مستمرين على نفس المستوى لازم اللعيبه تسافر بطولات، لازم اللعيبه تحتك، لازم اللعيبه تبقى على طول اب تو ديت بيلعبوا كتير، لازم هي دي الخبره في الاخر. لان هو لو قعد قفل على نفسه هنا جوه مصر يتدرب في مصر قاعد سواء في المركز الاولمبي، انا لو بلاعب نفسي هروح العب العالم بالزبط ازاي؟ ما يعني بالظبط كده، مش اكيد دي نقطه هنرجع لورا. غير كمان ان التصنيف، انت دلوقتي التاهيل دي مشكله تانية كبيره جدا قدام الاتحادات، ان دلوقتي التاهيل ما بقاش زي زمان ان هو يروح بطوله افريقيا فطلع اول افريقي فهيتاهل، لا خلصت الكلام ده. دلوقتي التاهيل معظم الالعاب عن طريق التصنيف الدولي، في طبعا
التأهيل عن طريق أفريقيا، بس في الآخر خالص، دي آخر مرحلة. وده لو ما تأهلناش من التصنيف الدولي وبقطع قليلة جدا. لكن عشان نتأهل بشكل كويس فإحنا لازم نتأهل عن طريق التصنيف الدولي، ده في معظم الألعاب بالشكل ده. عشان تقدر تتأهل بالتصنيف الدولي لازم تلعب بطولات دولية عشان التصنيف بتاعك يفضل كويس. صح. هي حسبة. سيركل متصلة. هنرجع نقعد في مصر، هنقفل على نفسنا في مصر، مش هنسافر، مش هنلعب بطولات، مش هنعمل معسكرات، هنتراجع تاني. هو للأسف فعلا الكل بيدفع ثمن الأحداث الاقتصادية في العالم كله. يمكن كمان من الحاجات اللي قريتها واللي كانت غريبة شوية، قالك أصلا الأولمبياد في باريس مهددة أن هي تقام أو لا بسبب الأزمة اللي بتمر بيها باريس، يعني تحديدا وفرنسا. لا هتقام إن شاء الله. طب بقاش حاجة مضمونة. طيب لو اتكلمت عن توقعات حضرتك ليه يعني مصر، هل احنا بنتكلم مثلا في 10 ميداليات مضمونين ولا الموضوع اقل او اكتر؟ لا يعني مستحيل نقول كلمه مضمونين، ما يعني فيش حاجه خالص، فيش حاجه مضمونه، في ميداليه مضمونه في الحاجات ميداليه واحده يعني كلمه مضمونه في الرياضه انا يعني ليها حسبه حاجة برضه صعبة. لكن في ميداليات، في عندنا توقع على ميداليات وارده احتماليه، عندنا نسبه نافس على ميداليات، عندنا يعني انا يعني احنا لو عملنا 10 ميداليات دي هيبقى رقم خرافي الحقيقه. بس انا شايفه ان احنا لو عملنا زي اولمبياد طوكيو 6 ميداليات ده هيبقى نتيجه كويسه جدا لينا. عندنا لعيبه كتير بينافسوا الحقيقه في العاب مختلفه، نفس الالعاب تقريبا اللي حققت ميداليات في الاولمبياد اللي فاتت. هنلاقي عندنا تايكوندو طبعا من الالعاب المنافسه بشكل قوي. هنلاقي عندنا طبعا الكاراتيه خرج زي ما احنا عارفين، لكن الحمد لله رجع رفع الاثقال. فعندنا طبعا يعني يمكن ميداليات رفع الاثقال اللي ممكن تكون شويه الى حد ما محسوبه، لان هي في الاخر لعبه رقميه. فاحنا عارفين ارقامنا ايه والارقام العالميه ايه، فاللعيب ده يقدر او ما يقدرش، دي بتبقى سهله حسبتها. عندنا السلاح طبعا محققين طفره كبيره في الفتره اللي فاتت، والحمد لله لسه مخلصينها بميداليه في بطوله العالم، ميداليه تاريخيه الحقيقه، اول ميداليه فردي في بطوله العالم للسلاح لمصر، زياد السيسي حققها. وعندنا جيل بقى طالع في السلاح يعني كلهم ما شاء الله يعني في المراكز الاولى في التصنيف. السلاح مثلا لو اتكلمنا عليه، التصنيف التاهيل للاولمبيكس بيبقى عن طريق التصنيف الدولي، اول 8 فرق بتتاهل مباشر، وبعد كده اول فريق من كل قاره بشرط انه يكون جوه 16 الاوائل. فانت برضو الموضوع ما هوش حاجه مش صحيح. سهله، مش اول فريق في افريقيا هيتاهل اوتوماتيك، لا انت لازم تبقى اول فريق في افريقيا وجوه 16 الاوائل. كويس جدا. ودي الحقيقه احنا عندنا الاسلحه بتاعت الولاد كلها في جوه، يعني بنتكلم كلنا معظمهم في التاسع العاشر، يعني الفريق كامل مش بس لاعب فردي. والبنات في كذا فريق برضو ممكن عندهم فرص يتأهلوا. فالسلاح الحقيقة ماشيين كويس الحمد لله. الخماسي طبعا مهند ضيفنا الجميل اللي كان معاكم من شوية الحمد لله هو حجز أول بطاقة أولمبية في الخماسي. التأهيل ما هوش هي مشكلة بالنسبة لنا، هو طبعا إيه الموضوع، يعني إحنا عارفين إن إحنا هنتأهل كده، ولسه الخماسي هيتأهل بلعيبة تانية كمان، عندهم بطولة العالم هيلعبوها آخر يعني الأسبوع الجاي الحقيقة. ففي تأهل منها، بعد كده في بطولة أفريقيا في تأهل منها، بلس إن في تأهل من التصنيف الدولي بعد كده، والاتحاد بيختار بعد كده اللعيبة اللي يشارك بيها إيه. اما مشكلتنا فين بعد التاهيل؟ يعني بعد نجيب ميداليه بقى، بعد التاهل يعني نجيب ميداليه بقى ونبقى جاهزين للميداليه بقى. طبعا هسال حضرتك على حاجه، تعالي نقارن يعني باريس بطوكيو بريو بقى يعني نسخ قديمه كتيره، وبتشوفي ايه اللي جد وايه اللي اتطور وايه اللي اتحسن على مدار النسخ الماضيه، ان انا دلوقتي اقول انا افضل بكتير ان شاء الله في باريس 2024؟ طبعا قولا واحدا احنا دلوقتي افضل بكتير، الرياضه المصريه في حاله صحوه وطفره كبيره جدا في الالعاب الاخرى خلص. يعني خلال الكام سنه اللي فاتوا دي حاجه ما حدش يقدر ينكرها، رغم كل الصعوبات رغم كل المعوقات الرياضه المصريه محققه طفره كبيره جدا. الدليل بتاعنا ان احنا بنروح بطولات دوليه بطولات عالم، احنا بنروح نحقق ميداليات وبنيجي، مش زي زمان. احنا زمان كنا تشريف اسمها ايه تمثيل مشرف، تمثيل مشرف بالظبط كده. كنا زمان بنروح بطولات العالم اللي قبل، هي اصلا المحك، انت يعني قبل الاولمبياد بيبقى عندك بطولات دوليه بطولات عالم،
جايزه كبرى، جراند سلام، على حسب كل لعبه ليها ايه البطولات بتاعتها. فكنا زمان بنروح فين وفين لما حد يخبط في ميداليا ويجي. دلوقتي لا، احنا بنروح عندنا، لا رايحين عارفين ان احنا هنجيب ميداليات، بنشوف بس هنجيب كام ميداليه. مفيش بطوله بنرجع منها ايدينا فاضيه خلاص. الموضوع ده برده ما بقاش حاجه زي زمان كده. الاهم من ده ان احنا عندنا اجيال متعاقبه، ان احنا مش بس احنا عندنا كام لاعب طفره. زمان كان في لعيبه طفره، كان عندنا كرم جابر طفره. طبعا طفره رياضيه ما حصلتش في تاريخ مصر حقيقه، جاب فاجئنا بالذهب طبعا في في في, في اولمبياد 2004 اتينا، وبعد كده جاب ميداليه تانية فضه، دي حاجه طبعا مش سهله. عندنا تامر صلاح في التايكوندو طفره برضو في 2004 جاب الميداليه. الحقيقه هي يمكن الـ 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 الحركه الرياضيه في مصر ابتدت تتحرك شويه من ساعه اولمبياد اتينا 2004. انا بعتبرها دي يعني اول طلعه لينا كده في العصر الحديث الاولمبي زي ما بنقول. وقتها احنا جبنا 5 ميداليات وكان رقم كبير جدا، غير مسبوقه غير مسبوق. كان بقالنا سنين عندنا صيام عن الميداليات، كانت قبلها 84 ميداليه محمد رشوان، كابتن محمد رشوان اسطوره الجودو طبعا. ففي 2004 في اتينا دي جبنا 5 ميداليات، منهم ذهب كرم، ومنهم برونز تامر، ومنهم 3 ميداليات في الملاكمه نتمنى يرجعوا لنا تاني يعني. لكن في الفتره دي كانت بدايه الحركه ان يبقى في مصر عندها لعيبه بيحققوا ميداليات اولمبيه من اول وجديد. ابتدى حركه شويه بشويه الوضع يتغير يتحسن ويتطور في اولمبياد عن اولمبياد. جينا في طوكيو الحمد لله طبعا كان في البومينج الكبير بتاعنا 6 ميداليات، وكان معظم الناس بتقول ان طوكيو صعب قوي نحقق فيها بسبب الكورونا، بسبب عدم الاعداد، بسبب، لكن هو الوضع ده كان على العالم كله، ما كانش علينا لوحدنا. فكانه جت كورونا ساعدتنا ان احنا بقينا زي العالم كله، ما حدش بيسافر وما حدش بيحتاج الوضع كتير. الوضع كله يعني بالظبط كده، فقدرنا نحقق الست ميداليات الغاليين قوي علينا دول، ومستمرين الحمد لله في التطور وفي التقدم بتاع الالعاب. ده مهم جدا، ومهم ان انا ما ينفعش يعني نسخة عن نسخة ان انا اقل في عدد الميداليات، ده رقم واحد، او ان انا افضل على نفس العدد. حتى اعتقد الجماهير المصرية اللي بالملايين مش هتقبل حتى ان انت تجيب لي 6 في باريس، لان دايما بنقول ان المفروض يكون في دايما تطور، والتطور يتطلب ان يبقى فيه يعني حتى مش هنقول ضعف الميداليات، يعني 6 يبقوا 12، بس على الاقل 10. انا اتمنى ذلك يعني مع كل الاهتمام دلوقتي. بس طبعا خلينا نبقى الصراحه ونبقى واقعيين، الازمه الاقتصاديه طبعا الحاليه اللي بتواجه العالم كله، وانت عندك ارتفاع في الدولار وغيره برده اثرت اكيد على الاعداد والمعسكرات، ده كلام لازم برده نبقى فاهمينه، لكن اتمنى ان هو لا يؤثر على اللاعب المصري في باريس، لان دي حاجة مش هتسعدنا تماما، وفي نفس الوقت هتضيع مجهود كبير جدا الدولة شغالة عليه. فهي معادلة برضو دلوقتي ملهاش حل قوي بصراحة. الحاجة الوحيدة اللي بتصبرنا يمكن، ودي برضو ملهاش تفسير، ان في دول عندها المقدرة المادية العالية جدا بس ما بتقدرش تصنع أبطال رغم القدرة المادية دي، واحنا رغم القدرة المادية المحدودة بأقل الإمكانيات انت عندك بوتنشل رائع من اللعيبة اللي بأقل الإمكانيات بيروحوا وبينافسوا دول كبيرة عندها دعم أكبر بكتير ما عندك. فدي حاجة أنا مش عارفة تفسيرها إيه بصراحة. ده حقيقي، ده فعلا كلام اللعيبة. دايما اللعيبة بيرجعوا من البطولات بيقولوا يا جماعة إحنا ما بيتصرفش علينا واحد من مليون من اللي بيتصرف على اللعيبة التانية برة. اللعيبة التانية برة فعلا يعني في لعيبة بتصرف عليها أرقام خرافية، ولاعيبتنا بيروحوا زيهم زيهم، مش يعني زي بعض، ما فيش فرق كبير ما بينهم. في بقى الروح بقى والحاجات بتاعت مصر الحلوه دي اللي هي حلوه وملهاش تفسير، وفعلا ملهاش زي ما حضرتك قلتي، فعلا هي حاجات ملهاش تفسير، مش هنعرف نقول مش هنقدر نعرفها. صحيح. لما يبقى عندنا في اولمبياد طوكيو اللي فاتت دي لعيب زي احمد الجندي بيلعب في الخماسي الحديث وكان متاخر، والناس كلها بتقول ده خلاص ده بعيد قوي ان هو يبدا ويجيب ميداليه، وبادئ في مركز متاخر الليزر ران، ونيجي نلاقيه في الفنش بينافس على الذهب كمان. دي حاجات مستحيل نلاقي لها تفسير في العلم الرياضي. صح.
بصي الوقت بيجري يعني استاذه دعاء، بس مهمه برضو احاول اروح معاكي لملفات مختلفه. ايه من الرياضات اللي عندنا محتاجه شغل اكبر، محتاجه الاتحاد يركز مع الابطال بتوعهم اكتر؟ مين من وجهه نظرك؟ الحقيقه كل محتاج تركيز اكتر. يعني اكيد في رياضات الفتره اللي فاتت نالت يعني اهتمامها. طبعا الحمد لله، يعني في عندنا العاب ماشيه على الطريق وماشيه كويس جدا. انا شايفه السلاح عامل طفره كويسه الحقيقه مثلاً. يعني في منظومه عمل شغاله وبتشتغل كويس قوي. التايكوندو الحقيقه برضو حققوا نتائج كويسه الفتره اللي فاتت. ميداليات في بطوله العالم، انا دايما عندي المقياس ميداليات بطوله العالم دي طبعاً يعني طبعاً. هي دي اللي بتقول لنا احنا ماشيين على الطريق الصح. يعني أنا ممكن أكون قلقانة شوية من رفع الأثقال. رفع الأثقال لعبة مهمة جدا بالنسبة لنا، وغيابها الفترة عن المعترك الدولي بسبب طبعا الإيقاف بيخلينا دايما قلقانين، وبيخلينا قلقانين يمكن ان احنا مضطرين نلعب في الاولمبياد في رفع الاثقال بعدد قليل من اللعيبه ومعتمدين على اسماء كبيره معروفه. فالخوف دايما ان لازم يبقى عندك بدائل، ولازم يبقى عندك اكتر من لاعب. فيمكن رفع الاثقال انا بقلق منها. مش بقلق منها، يعني انا بالعكس هي اللعبه اللي بتطمننا وكل حاجه، بس حاسه ان هم محتاجين دعم اكتر. محتاجين دعم اكتر من كده شويه، ومحتاجين اهتمام اكتر من كده شويه. صح. الملاكمه لعبه مصريه كان لينا يعني محققين فيها 3 ميداليات في 2004، لكن للاسف غايبه عن الساحه بقالها سنين. ايه السبب فعلا؟ يعني دي حاجه ملاحظينها، ايه السبب من وجهه نظرك؟ مش عارفه الحقيقه بالظبط. يعني يمكن هو يعني في كذا حاجه مع بعض طبعا، لكن ممكن يكون في جزء منه طبعا التحكيم في الملاكمه فيه مشاكل كبيره جدا، جزء منه الاعداد بتاعنا اكيد فيه مشاكل كبيره جدا. لاعيبتنا ما بيخرجوش يلعبوا، هو ده في الاخر يعني ما نشوف الاتحاد زي السلاح. اللعيبه كل شهر موجودين بيلعبوا في بطوله، فطبيعي خلاص المستوى هيستقر. لعيبه الملاكمه ما بيلعبوش غير بطوله افريقيا، ويقوموا رايحين مره واحده على بطوله العالم. ما هو انت هتروح بطوله العالم ما لعبتش بطولات دوليه قبلها، ما استعدتش. ده راجع لعدم وجود دعم مادي كافي، ولا ده راجع لايه بالظبط؟ سيستم محطوط غلط؟ نسأل الاتحاد بقى. دي من الأسئلة اللي إيه ملهاش جواب. نسأل الاتحاد. يعني طيب خلينا نروح عشان الوقت لأبطالنا البارالمبيين. يعني خليني أقول البارالمبيكس حاليا دلوقتي برضو مصر بتحقق فيها يمكن ميداليات أعلى بكتير من الأولمبياد، فده برضو مش عارفة تفسيره إيه، بس حاجة بتسعدنا جدا. وأبطالنا برضو يعني بصراحة بيشرفنا. فبتشوفي برضو المشاركة البارالمبية المصرية إزاي؟ دول اللي بيبقوا يعني بي مطمنين ان احنا هنفرح. والله مطمنين ان احنا هنفرح في الاخر. يعني كتير قوي كانت الاولمبياد زمان قبل ما كنا بنجيب ميداليات كتير كده الحمد لله، يعني كان يعدي الدوره الاولمبيه كلها ما جبناش ميداليه، ويجي دوره الالعاب البارالمبيه نلاقي الميداليات بدات تيجي، فنبتدي نفرح ونحس بالفرحه فعلا. عندنا طبعا مجموعه من اللعيبه المميزين جدا جدا جدا، واساطير فعلا. مش عايزه اقول اسماء عشان خاطر ما ننساش حد. لا هو يعني كتير، وانا تحديدا لما بحب اذكر اي لاعب بارالمبي او لاعبه بحب جدا مثال حماتو. يعني في البينج بونج او تنس الطاوله، لان هو يعني خلى العالم كله الانظار تبقى متجهه ليه في طوكيو، ودي حاجه اسعدتنا بشكل كبير. وكان معانا مداخله كمان في 10 الصبح في الاهلي، وهو كمان وقتها كان هناك وقت الاولمبياد واتكلمنا معاه. فيعني انا ما شفتش كده بصراحه. لا هو حماده يعني ده الحقيقه حاجه اعجازيه. صح. يعني حقيقي حاجه فعلا اعجازيه. وصف دقيق. هو شخصيه كمان جميله جدا. يعني هو كشخص عنده تفاؤل رهيب. تفاؤل حلو ما شفتوش عند اي شخص بصراحه. الحقيقه دايما اللعيبه البارالمبيين بناخد منهم طاقه ايجابيه. صح. يعني صح. هم بنشوف قد ايه الحماس اللي عندهم، وقد ايه الطاقه الايجابيه زي ما حضرتك قلتي فعلا بيخلونا نقول ياه ده احنا قليلين قوي. صحيح. استاذه دعاء الوقت انتهى، بس انا استمتعت حقيقي بالفقره دي. بشكرك جدا، وان شاء الله تنورينا تاني، لان ملف طبعا الاولمبياد ده مستمر معانا، وكل ما الوقت بيعدي بنقرب اكتر، فبيبقى في كلام اكتر اكيد لازم نناقشه. بشكرك جدا. بشكر حضراتكم على متابعتي النهارده. ان شاء الله بكره تبقى حلقه جديده من 10 الصبح الاهلي، هيكون فيها انا وكريم باذن الله. مع السلامه.